الأخير يا رب يجعل عواقب سليمة. للأسف يعني أحداث مؤسفة، حادث أليم اللي حصل النهاردة واستهداف جنود نفسينا، وليست هي المرة الأولى، ويعني بالتأكيد يعني نأمل طبعا أنها ما تكونش الأخيرة، لكن إحنا في حاجة إلى أن يكون في يعني دروس مستفادة، وأن يكون في تربيط ما بين الأحداث اللي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة. هل في رابط بين سواء اللي حصل النهاردة واستشهاد وإصابة عشرات من الجنود في سيناء في هذا الهجوم الانتحاري اللي ارتقاه كثير من استطلعت آرائهم اليوم على خلفية هذه الأحداث أنه الأسوأ منذ ثورة يناير من عام 2011؟ هل في رابط بين اللي حصل في سيناء وربما واقعة أخرى أيضا حدثت في سيناء، واقعة ثالثة حدثت في الشرقية؟ لازم نقف في مغزى هذا التزامن، ما هو المطلوب في هذه المرحلة، ونحاول أن نقترب كذلك من ملابسات هذا الحادث، لأن الأرواح المصرية هي أرواح مثمنة، خاصة عندما يعني ينال هؤلاء الآثمون ممن هم منوط بهم الدفاع عن أمن مصر وشعبه. معاكم في من القاهرة النهاردة، ومتابعتنا متواصلة مع حضراتكم من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهرة، بالإضافة إلى المتابعات التقليدية بالتأكيد لحظة بلحظة على شاشة إني الأخبار. مساء الخير يعني. مساء الخير يا إلهام، ومساء الخير مشاهدينا الكرام. بنعزي أنفسنا وبنعزي حضراتكم، وطبعا بنعزي أسر الضحايا والشهداء، وبنتمنى لهم الصبر والسروان، وبنتمنى فعلا زي ما ريهام أشارت أن يكون في دروس مستفادة، ربما تكون هذه الدروس تحققت بالفعل، ولكن الإرهاب الآثم المجرم الجبان ما زال يحاول أن يفرض بصورة أو بأخرى رؤيته على الأحداث في مصر، وهذه الرؤية بالتأكيد هي التي تحتاج كل المحاولات للوقوف أمامها ولعلاجها ولكسر ونزع شأفتها من مصرنا الغالية. للحديث في بداية هذه المتابعة الإخبارية مع حضراتكم في برنامج من القاهرة، والذي يمتد حتى منتصف ليل القاهرة تقريبا، يشرفنا في بداية هذا النقاش وهذا الحضور سيادة اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي والعسكري والمدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا سيادة اللواء. أهلا وسهلا. بنعزي حضرتك وبنعزي كل الشعب المصري، وطبعا هذا الحادث المجرم الجبان اللي ممكن يعني الأوصاف تعجز عن وصفه حقيقة. بداية محتاجين نعرف من حضرتك مدى إمكانية ربطه بكل الأحداث الإرهابية اللي وقعت أخيرا، وربما كنا مع حضرتك أول أمس بنتحدث عن العملية الإرهابية التي وقعت في محيط جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تقديم واجب العزاء لأسر الشهداء وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، أود أحط خطوط عريضة. إيه اللي احنا فيه عشان بس ما تتوهش رؤية مننا؟ احنا في حرب. نحن في حالة حرب، حرب قذرة غير تقليدية مع الإرهاب، والحرب لازم تقع فيها خسائر في الجانبين. ونحن الحمد لله قوات المسلحة الشرطة الجيش رغم الكثير من الصعوبات بنحقق نجاحات، حقق نجاحات. الأمر اللي أدى إلى تراجع الإرهاب في حاجات كتير جدا عما كان سابق رغم قسوة وشدة العملية الأخيرة. وإحنا بنلمس تراجع الإرهاب في حالتنا في الشوارع، ما كناش بنمشي أمنين، حضرتك ما كنتش تمشي شنطة في إيدك وأنت ماشي ممكن تتخطف منك. النهاردة حالة الأمن الحمد لله أحسن رغم وجود مشاكل، بنعترف بالمشاكل. ففي الحرب فيها خسائر في الجانبين، ولازم الشعب والجيش والشرطة يعرف حالة حرب. معنى كلمة حالة حرب يعني كل واحد يعرف إن هو معرض، سواء جيش أو شرطة أو ضابط أو لواء أو واحد ماشي في الشارع أو في الشغل أو في التلفزيون، يعرف إن هو معرض لهؤلاء الأعداء، ودول من أخس وأندل وأقذر الأعداء اللي شفناهم. يعني في 73 67 العدو معروف إسرائيل وخلاص من حرب، ما كانش كوبري الجامعة معرض، ما كانش كوبري أكتوبر معرض، ما كانش محطات القوى معرضة، ما كانش الأثار معرضة، أقسام الشرطة. النهاردة كل البلد معرضة، كل مصر معرضة، وده نوع جديد من التهديد للأمن القومي. لكن لما في الشرق في الغرب، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب داخل 27 محافظة، ده نوع جديد من الحرب وخاصة في سيناء. بس عشان نبعد عارفين الأبعاد إيه، دي النقطة رقم واحد. عايز تقول حضرتك كل معرض للإرهاب زي ما حضرتك أشرت، ولكن من باب تحديد
فعلا ما هي المؤسسات والجهات التي تستهدفها هذه القوى الآثمة؟ خلينا نقول أنه ربما عمليتين الإرهاب في جامعة القاهرة وفي محيط دار القضاء عادي منذ أيام كانت تستهدف الشرطة والشعب. نعم. وهذه العملية تستهدف الجيش، وهذا يأتي كله في إطار يعني محاولة إسقاط الدولة المصرية. إسقاط الدولة، أنت نعرف الهدف إيه؟ الهدف إن احنا حولونا إلى ليبيا أخرى، إلى يمن أخرى، إلى العراق، إلى سوريا. إسقاط الدولة، ودي المؤامرة مرتبطة بالخارج، ناس في الدائرة الإقليمية أنت عارفهم، تركيا قطر وفلوس بتدفع، وده ناس في الدائرة الدولية أو في المحيط الخارجي اللي هم عايزين يقسموا مصر زي أمريكا وغيرها. المؤامرة كبيرة وضخمة ولم تتعرض لها مصر عبر تاريخها كله. بس عشان نبقى عارفين الحادثة بتاعت النهاردة، بنرجع لها حادثة النهاردة دي، إذا لم نقر بوجود أخطاء ووجود إهمال ووجود تراخي على المستويات السياسية والاستراتيجية والتكتيكية، نبقى غلطانين. لازم نعترف، دي بداية الإصلاح، إنك تعترف إن في إهمال، في تراخي، في استهتار، في أخطاء حصلت. إن لم نشخصها تشخيص صح، زي كده الجهاز بتاع الرنين المغناطيسي، زي السي تي بتاعت زي تحليل الدم، زي اللي بيحدد لك وظائف الكلى وكبد، إن لم نشخص هذه الأخطاء صح هتتكرر. طيب، عشان كده أنا عايز حريص، هي الدروس المستفادة. أنا حريص إن أنا أتكلم وأقول إيه الأخطاء اللي موجودة. طيب، في سبيل تشخيص الأخطاء، خلينا نرجع لنفس السؤال اللي ربما طرحته على حضرتك قبل يومين. ليه قبل ما تتكرر وتزيد وتيرة الإرهاب هذه المرة في هذه العمليات، كنا نتحدث وكنا نسمع من بعض الخبراء زي حضرتك إنه الإرهاب يكاد ينتهي، ونحن الآن أمام موجة يعني ربما ليست بالقليلة وربما أكبر من الموجات السابقة؟ إذن ده معناه إنه مش بس في خطأ، ربما يكون في دروس مستفادة، ربما يكون نقدر على الإرهاب، لكن هو السؤال تتكرر نفس العمليات بنفس الطريقة وربما في نفس الأماكن ويمكن في نفس. طب خلينا نتكلم عن مواطن الخلل. الخلل عايز اتكلم عنه. ما هو التكرار نتيجة إيه؟ نتيجة عدم المعالجة، مشكلة ولا إيه؟ أنت لو عالجت صح مش هيتكرر الخطأ. وده اللي أنا عايز أتكلم فيه. نمسك المستوى التكتيكي الأول تحت. ولا ما يصدر بيان عسكري لغاية دلوقتي. إنما مجلس الدفاع منعقد. إنما أنا بتكلم تشخيص العملية حسب ما سمعنا من الأخبار عبارة عن موقعين ثابتين في جنوب رفح أو جنوب في حتة اسمها الخرومة، جنوب الشيخ زويد، موقعين عسكريين تعرضوا لعملية انتحارية، دخلت عربية اتفجرت فيهم، وفي ناس جنبهم راحوا فاتحين النار على الموقع الثاني. في تصور الموقعين الاثنين دول واحد بيشر الثاني، فالاثنين اتهاجموا في وقت واحد. ده ما طلعش بيان عسكري، لما ده الكلام اللي سمعناه والتصور، اثنين اتهاجموا في وقت، واحدة اتهاجمت بعربية مفخخة والتانية اتهاجمت بالأسلحة. ولما جت عربيات تخلي إسعاف أو عربيات الجيش تخلي المصابين، حصل الهجوم الثاني، حصل هجوم ثالث على نفس العربية اللي جاية تخلي. طيب، ده يدينا المنظر إيه؟ المواقع دي المفروض إنها مواقع ثابتة بتأمن، موقع ثابتة ألف به. أنا في الموقع ده لازم أكون مطلع نقاط قتال خارجية، نقاط ملاحظة بتلاحظني العدائيات اللي جاية منين، بحيث النقاط الملاحظة تدي إنذار، تفتح النيران مبكرا، أستعد أن أفتح النيران بعد كده، هي بتعطلها أفتح النيران بحيث أصد هذا الهجوم. بديهيات يعني، مش بتكلم في حاجة. لو كانت نقاط الملاحظة ونقاط القتال الخارجية دي موجودة واكتشفت العربية المفخخة داخلة عليها، كانت فتحت عليها النيران ومنعتها منها توصل، حتى لو كانت الفخاخة دي دخلت فيها كانت قللت الخسائر في الموقع الرئيسي، مش كده ولا ايه؟ انما ده ما كانش موجود، ادي خلل في ترتيب الموقع نفسه الدفاعي نفسه. اتنين، اللي جاي بيهاجمك ده بيدرسك كويس، اكيد انا عايز اهاجم الموقع ده، ده فيه اتنين مدام وانت وفي كراسي، الروتين بتاعك اليوم ايه؟ اليومي بتاعك بتاكلوا امتى؟ بتغيروا امتى؟ الراحه بتاعتكم امتى؟ عدد الاسلحه والذخائر فين؟ موقع الذخيره فين؟ العربيه اللي بتيجي تديكم الوقود والميه والاكل بتيجي الساعه كام؟ وبيجي كام؟ والعمليه بتاعت والقائد بتاعكم مكانه فين؟ دارس الموقع بالكامل. ايام ما هو قدامه موقع ثابت، وممكن يكون في جهاز ساعدتهم بمعلومات ايضا، ووارد انه يكون في جهاز ساعدتهم. ما هو قدامه الموقع. حضرتك تقصد ان الروتين ده المفروض كان يتغير بين فتره ده مش بس يتغير، انا بتكلم عن العدو الدارس اللي قدامي.
معلش انا عندي سؤال صغير، انا اسفه مقاطعه حضرتك. منطق التعامل نفسه مع ان يكون في تزامنيه في شن هجوم على اكثر من موقع، هذا ما كانش وارد. انا عايز اقول انا عشان خاطر اقي نفسي لازم احط نفسي موقع الخصم، موقع العدو هيعمل ايه؟ ادخل فعلا. انا اشتغلت في الاصلاح 15 سنه واخد بالك، بالذات مع اسرائيل من 67 ومن قبلها لغايه بعد الحرب. لازم عشان اعرف اقي نفسي لازم ادخل في مخ العدو، هو بيفكر ازاي هيجيبني، عشان كده اقدر احط بعد كده ردود عليه واتحسب له. فانت لابد يا قائد هذا الموقع تعرف الخصم بتاعك هيجي لك منين، طرق اقترابه ايه، هيهاجمك برشاشات بار بي جيهات بعربيات مفخخه بي بي بخ، وتعرف هيجي لك منين اتجاهات وتعمل تحسبك لهذا. الواقع ان الحته اللي انا بقول لك عليها المراقبه حوالين الموقع دي ما كانتش متاحه، دي نمره واحد ما كانش موجوده. ففوجئوا بعربيه داخله عليهم، درستهم ثلاث اربع ايام من طريق تراب عين ودخلت وانفجرت فيهم، وفوجئوا بفتح نيران من موقع ثاني على الموقعين الاثنين اللي المفروض الموقع الثالث، فكانت عنصر المفاجاه. ودي اللي بيلعب بيها الارهابيين، الارهابيين من داعش لبيت المقدس لبتوع الجامعه اللي بيفجر، بيلعب على عنصر المفاجاه. ضباط قاعدين شرطه بيشربوا شاي وبيدخنوا سجاير تحت المظله بتاع، عارفهم ودارسهم وكم واحد بيجي هنا، فبيفاجئهم بالقنبله مثلا فوق الشجره فوق مش عارف ايه في بتاع، يعني عارف فدارس. هو التاني قاعد مريح مرحرح بمعنى اصح، فاهمني؟ طب خليني استعمل تعبير تاني لسه حضرتك قايله ونعلق على كلمه مريح دي، لان هو النقطه اللي حضرتك ربما قلتها واللي كتير هيتفقوا مع حضرتك فيها، انه ازاي كل طرف يفكر بالطريقه اللي بيفكر بيها الطرف الاخر. العدو لو فكر بالعدو بتاعك هيجيلك ازاي؟ هيضربك ازاي؟ بتحدث نتيجه تطور في عقليه الارهاب، بمعنى ادق انا ضربت كارهابي موقع جامعه القاهره في العام الماضي، ربما يكون ضمنا انا كدولة عندي ظن بانه هذا الموقع لن يكون مستهدفا مرة ثانية. يبقى غلط. يبقى غلط، لكن هل ده معناه انه الارهاب يفكر بطريقة انه يضرب نفس المكان اللي ربما يكون فيه حاجة لو شافك مهمل واحد برضه بيشرب فنجان الشاي والسجاير وثلاث اربع لواءات واثنين عمدة وثلاث اربع مقدمين بيكرروا القعدة، هيجي تاني يضربك مرة واثنين وعشرة، هي شغلانة وهو اللي بيكسب. افكر بعقليته اشتغل ازاي. في مدخل يعني هو مش بعيد بس مختلف شويه برضو، عايزه يعني استثمر تواجد حضرتك معانا واتكلم فيه شويه. قد يقول قائل ان اللي بيخلي يمكن المساله صعبه شويه في المواجهه او متشابكه ومعقده هي فكره ان العدو من الداخل ومن الخارج، ففكره ان هو من الداخل، يعني دايما كنت بسمع من اكتر من مسؤول امني ان ممكن مشكله سيناء دي تتحل في يوم بان يتعمل هجوم ضاري ويدك كل الارهابيين، لكن في سكان في مصريين في سيناء. انا لسه ما جيتش مشاور سياسي ولا استراتيجي. بس يا ريت نتكلم في الموضوع ده مهم جدا. هتكلم بس خلاص المستوى التكتيكي. الحاجه الثانيه الموقع ده هيتهاجم من اجناب، هيتهاجم بمواجهه، يبقى الاجناب دي لازم تكون تحت عيني مراقبه بعناصر باستمرار من خارج، دوريات بتراقب الاجناب بتاعه الموقع، لان ممكن الموقع يكون الرؤيه بتاعته محدوده، انما في اجناب بتهاجمك منه، يبقى لازم تكون الاجناب واقعه تحت نظر المسؤول عن هذا الموقع او اللي مسؤول فوقه بحيث انه يحمي هذا الموقع. ده برضه ما كانش متاح، بدليل ان الاجناب تقدموا منها واختاروا مواقع ضرب نار وضربوا وضربوا الموقعين، بالاضافه ل العربيه المفخخه، والعربيه المفخخه ممكن لو في مصدات كافيه قصاد هذا الموقع كانت حققت وقايه وكانت انفجرت العربيه بعيد عنها، مش موجوده. انا بتكلم على الخطا الايه؟ التكتيكي. انقل بقى للمستوى الثاني. للاسف الشديد الارهابيين عندهم جرأه في فتح النيران، جرأه، واخد بالك معايا؟ وقلبهم ميت. لابد العسكري بتاعي ما عندوش دي برضه بيكيش في انه يفتح النيران. لا اكثر الكشاشان ده اعلمه ازاي يتجرأ ويفتح النيران على العدو بتاعه وادخل عليه من قبل ما يوصل له. ده عايزه تدريب، على التدريب معنوي اكتر، واعرفه ازاي يكسر الرهبة ويفتح النيران على طول. مش بس تعليمات، ما يخافش. مش بس تعليمات يا سياده اللواء. ايه؟ مش بس تعليمات، يعني ده مش تدريب. رهن ان ده تدريب واختبار. بمعنى ايه؟
قائد الفرقه بتاعته قائد الجيش الثاني يطلع له ويدي له ويصور له موقف سيناريو جالك عدو في الحته دي وصورها له بشكل دامز هياكل محتاجين دامز يفتح محتاجين دامز هو مش في مخيلته زمايله اللي كل يوم بنسمع عنهم بيستشهدوا دي النقطه دي اللي لابد انه يعرف وانا وقتها يوم ما كنت معاك زي ما قالها الرئيس السيسي كل واحد يحط في اعتباره ده بيقولها لمين لقاده مجلس الدفاع العام يعني الساعه ما ينزل من بيته لغايه ما يرجع معرض للاغتيال ومعرض للضرب يحط دي في دماغه العساكر دول اللي في الموقع في سنه مش عز. اذا ما كانوش حاطين ده في اعتبارهم يبقى في تخسير من القياده بتاعتهم لازم يعرف انه معرض ويتعلم يفتح النيران وبسرعه عند اي تهديد ويكون عارف كويس قوي انه هو اذا ما فتحش النيران هو اللي هيموت وده اللي حصل وده بالتدريب بالتفتيش بالاختبار انا المستوى السياسي اللي كنت بتكلميني فيه والاستراتيجي في التعامل مع قبائل في سيناء طبعا دول اهلينا ويهمنا يكون في ولاء وانتماء لهم معانا مش عايزين نتخذ اجراءات تضيعهم منها الولاء والانتماء لهم مصالح نحافظ عليهم اتقال لهم مره واثنين وثلاثه كل شيخ قبيله مسؤول عن المنطقه اللي بتاعته ويطهرها من الارهابيين اللي بيلجأوا فيها ودفع فلوس واتقال لهم البيوت دي اللي هي بتبقى جواها فتحات الانفاق وبتقوي الناس لابد انها تتهد وهنعوضكم بكسر في ليبل وفي هلال حصل بوادر ايجابيه وكان في تسليم السلاح طواعيه يعني كان في فعلا يعني انما عملنا اجراءات وقلنا لهم وحذرناهم واخد بالك معايا وللاسف الشديد المشكله بتاعتنا بتتكلم عن الضرب على المشكله ان هؤلاء الارهابيين معششين جوه البيوت جوه الجماهير ما بتقدريش انت انك انت تستخلصين لواحد لابس جلابيه وماشي عادي جدا في وسط الناس ساحب معزه ولا ساحب حماره ولا بتاعه بياكل مش ما تقدريش تقولي ده ارهابي في وسطهم انما بالليل بيقلب لما بيخش في المركز بتاعه بيقلب طب بلغونا معلومات في اللي بيبلغ معلومات من مشايخ القبائل وفي اللي ما بيبلغش وفي اللي بيقوي طيب اتحذروا مره واثنين وثلاثه ما فيش تجنب وبيقوى هؤلاء الناس يبقى الحل ايه؟ احنا في 69 كانت مدن القناه الثلاثه معرضه لنيران اسرائيل من الضفه الشرقيه بالمدفعيه وبالدبابات اتخذ قرار سياسي انا بتكلم على المستوى السياسي تهجير حوالي 2.5 او 3 مليون نسمه من مدن القناه الثلاثه بورسعيد اسماعيليه السويس الى العمق راحوا اسيوط والى اخره وفضينا المنطقه دي اي ضربه ما بيجيبش نتائج مش كده ولا ايه؟ لغايه 74 او بعد حرب 73 لما رجعوا لماذا لا يتخذ قرار بتهجير كل هؤلاء الناس شيخ زويد الحته بتاعت رفح الجزء اللي تحتيهم دول هل تتوقع لا يزيدوا عن كمان 100,000 50,000 200,000 هل تتوقع ان ده يصدر عن المجلس الوطني للدفاع اليوم طبعا انت لازم والا هتتكرر نفس الملف لان القبائل مش قايمه بشغلها مش قايمه بواجبها في تطبيق نعم لو راى البعض انه دوت ممكن يكون في يعني مشكلة مجتمعية وممكن يكون حل صعب احنا هو في مشكلة اجتماعية اكتر من ثلاث مدن 100,000 انا بقول لك 3 مليون 2 مليون في 69 هجرناهم عشان امن البلد طب صحيح. في بعدين 69 امن البلد ده اهم النهارده الثلاث حتت دي الشيخ زويد قرية ورفح قرية والحتة اللي تحتيها برضو دي قرى لا تزيد عن 100,000 250,000 100,000 بقدر الثمار المرجوه من اجراء من هذا القبيل اللي حضرتك بتطرحه الا يخشى من دلالات سلبيه اولا ممكن تكون متعلقه بان يقال او يروج ان قبضه الامن ليست قويه على مصر طب ما ده ترجمه دي جزئيه ثانيه وانا لما النهارده انا النهارده لما هجر الناس دي مش هيضاروا لحظة الناس دول هيضاروا طيب. انا هعوضهم مين هيعوض يضاروا هعوضهم الحكومه تعوضهم انما هعمل ايه هذه المنطقه زي ما قال اللي هو احمد وصفي وطلب والكلام ده سمعتوه انتوا من سنه او سنه ونص او سنتين كان قال عشان الانفاق بالذات 500 متر غرب القناة كمرحلة أولى هتتمسح بالكامل اللي فيها فتحات الأنفاق ما هتفتشين السجادة في البيت تلاقي فتحة النفق موجودة غرب الحدود مش غرب القناة أنفاق الحدود غرب الحدود غرب الحدود غرب الحدود هذه المنطقة 500 متر تتمسح لا أشجار ولا بيوت ولا أي حاجة زي الترابيزة كده ما فيش فيها حد خالص 500 متر المرحلة الثانية 500 متر أخرى بعدين كيلو المرحلة الثالثة كيلو ونص 1500 متر
لا افراد ولا بشر ولا مباني ولا مزارع ولا اي حاجه، ونعوض الناس اللي بيتواجد فيها يا الجيش يا ارهابي. عربيه تظهر تتضرب، موتوسيكل يظهر يتضرب، بني ادم يظهر يتضرب. ده الاجراء الامني، تهجير الناس دي كلها منطقه دخاليه تحت سيطره الجيش، زي منطقه عزله عزله، لان ده امن مصر. صحيح، ده امن مصر، ده دم. فحضرتك دفع. شايف ان ده متوقع من المجلس الوطني ده للدفاع؟ ده امن مصر، ده بقول لك القرار ده اتخذناه مع مدن، لازم يكون مع سكان فيه مدن، لازم يكون في ثلاث مدن، ولازم يكون في تعويضات للتضحيات ديت، ما فيش شك. تعويضات مش هدفع التعويضات، انما امن مصر النهارده. طيب. المناطق دي انا في الحقيقه كنت عايز اسال حضرتك، بس هنوجهه للسيد نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد معانا عبر الهاتف، وهرجع اكرره على حضرتك مره ثانيه. مساء الخير يا استاذ نبيل. اهلا بحضرتك، والحقيقه يعني طبعا بنعزي كل الشعب المصري في ضحايا وشهداء هذا العمل الارهابي المجرم الجبان، اللي الحقيقه انا بكرر المره الثانيه مش لاقي اوصاف تناسبه، لكن هو السؤال المتعلق باختيار هدف لعمليه ارهابيه وتوقيته، هل مرتبط فقط بدراسه أحوال هذه النقطة الأمنية ومتابعتها ونقاط ضعفها وأوقات الاسترخاء إن صح التعبير، ولا مرتبط بسياسة واستراتيجية عامة لعمليات الإرهاب أيضا، ونقدر نعتبرها ردود على بعض العمليات أو بعض العمليات الأمنية اللي بتقوم بها الدولة في مواجهته؟ أولا هذه النقطة لابد أن تكون قد خضعت للمراقبة لفترات طويلة. نعم. وعلى مدار ال 24 ساعة. نعم. وتم الاختيار الوقت المناسب التي تتمكن فيه العربية من إحداث أكبر خسائر. نعم. وأن هذه العملية الذين قاموا بها ليسوا هواة، ولكنهم مجموعة من المحترفين شاركوا في حروب حقيقية، ولعلهم يكونون عائدون من سوريا أو من العراق أو بعضهم عائد من لأن هذه العمليات لا يستطيع تنفيذها إلا رجل شارك في معارك حقيقية. أما الذين يتدربون في المعسكرات المغلقة فليس لديهم هذا التكتيك وهذه القدرة على المواجهة بهذا الأسلوب. طب انا عايز اتوقف مع حضرتك في هذه النقطه استاذ نبيل، ان من اقدموا على هذا الفعل الاجرامي هم ليسوا من الهواه وانما هم من المحترفين. المتتبع للعمليات الارهابيه اللي حصلت في الفتره الاخيره سواء محيط جامعه القاهره، مديريه امن القاهره، مديريه امن الدقهليه، محاوله اغتيال وزير الداخليه وغيرها، بيشوف ان في اختلاف في التقنيات المستخدمه، البعض ممكن يكون بتستخدم فيه عبوات بدائيه الصنع، والبعض الاخر بيكون بيتم بشكل منظم جدا يعني. فده يخلينا نتساءل يعني، وناس كتير حتى تسال التساؤل ده، نربط بين كل العمليات دي على الرغم من ان هي بقدر ما فيها قواسم مشتركه لكن فيها اختلافات جذريه في الوسائل اللي بتستخدم في هذا الهجوم. ساعات يجي لنا انطباع ان هواه هم من قاموا بذلك، وفي بعض الاحيان الاخرى بالعكس يعني بيكون الرساله اللي واصله لنا ان هم على قدر كبير من الاحترافيه زي ما حضرتك تفضلت. لا، هو طبعا عمليه وزير الداخليه ليست عمليه هواه، لان اللي قام بها كان ضابطا ومفصول من الجيش. اما عمليات زرع الالغام في الشوارع ووضع الشنط دي ممكن يكون عناصر تم تدريبها هنا في الداخل، مش شرط تكون شاركه في معارك. انا اقصد ان شكل التنظيم نفسه بيختلف، فهل ده معناه ان الفاعل مش واحد؟ الفاعل مش واحد، ولكن ممكن يبقى التنظيم واحد، التنظيم عنده قدرات متعدده. يعني عنده ناس راجعه من معارك وعنده ناس بيتم تدريبها في الداخل. مش معنى كده ان ده تنظيم وده تنظيم، ممكن كلهم بيخضعوا لاداره واحده. اداره واحده شيخ نبيل، يعني اوامر بياخدوها بتكليفات معينه وبتوقيتات معينه وفي اماكن معينه. طبعا نقدر نفكر بطريقه الارهابي دلوقتي يا شيخ نبيل، بمعنى انه ان صح السؤال نتوقع العمليه الارهابيه القادمه ممكن تكون موجهه ضد مين وفين، والتوقيت ساعتها هيبقى هو مساله الاحتراس والتحسب انه ممكن العمليه تقع، وفي الحاله ديت ان شاء الله ممكن يبقى ده منهج في الوقايه من العمليات الارهابيه مستقبلا. لا، هي العمليات الاحترافيه ديت بتتم على فترات متباعده، لان التنظيم ليس لديه القدره على ان هو يقوم بعمليه مثل ديت
كل يوم يومين او اسبوع، لا بتبقى فترات متباعده لانها بتحتاج تجهيزات. بس في رساله اكيد يا شيخ نبيل من عمليه اول امس في جامعه القاهره والنهارده عمليه في سيناء، اكيد في رساله وفي رابط. طبعا في رساله، هو الرساله كلها هي افشال المشروع المصري الذي يقوده عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولعلك تتذكر ان بعد فوز المشير السيسي برئاسه الجمهوريه ذكر حامد بن جاسم القطري قال احنا نريد ان نرى السيسي بعد سنه. وهو كان يتوعد بافشال هذه. يبقى اذا ده هدف بيرتبط ايضا بالمؤامره الخارجيه بشكل عام واللي فيها دول مثل يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها بتستهدف أنه لا تقوم في مصر دولة قوية. والسؤال اللي ربما اسمح لي يكون الأخير علشان سيادة اللواء محتاجين أنه ناخد رأيه في اللي حضرتك قلته، برضو يبدو أنه هيتفق مع كثير من اللي حضرتك قلته، هل ده أيضا بيتزامن مع جمعة إسقاط النظام أو أسقطه النظام اللي دعا عليها تحالف دعم الشرعية المزعوم؟ لولا الدعم الخارجي ولولا وقوف دولة زي قطر وتركيا وأمريكا ومن خلفهم ولولا الدعم المادي ما استطاعت هذه الجماعات تجنيد عدد من الشباب وتجهيز هذه المعدات التي تحتاج إلى تكاليف عالية. ولولا هذا الدعم من التنظيم الدولي ما استطاعت هذه الجماعات أن تستمر حتى الآن في مواجهة الأمن، فهذه مؤامرة محكمة. أستاذ نبيل، أنا كمان كنت عايزة أخد يعني تفسير من حضرتك لتكرار العمليات الإرهابية، هل حضرتك بترجعه إلى أسباب أمنية، فراغ أمني أو ما إلى ذلك، أم أنه أيضا يرجع إلى الطبيعة العنقودية والعنكبوتية لهذا التنظيم اللي بيخلي للأسف بيكون من الصعب ملاحقة الرؤوس الكبيرة؟ لكن اسمح لي ناخد تعقيب من سيادة اللواء حسام سويلم، وأرجو يعني أن تبقى معنا إذا كان ده في الإمكان. وربما سيادة اللواء لأنه حضرتك عذرا ما قدرتش تستمع ما قاله الشيخ نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد، ربما ما قاله في أول مداخلته يبدو أنه هو أهم ما قيل في النقطة التي يشير فيها إلى أنه وراء هذه العملية أفراد محترفة ربما أتت من الخارج، ربما من سوريا والعراق، ويبدو أنه الإشارة إذا ما كنتش مخطئ يا شيخ نبيل تحتمل أنه يكون عناصر من داعش هي اللي وراء، وأن الدعم المادي المهول اللي بيحظوا به هو ده المتسبب في مدى خطورتهم. تفضل. بغض النظر عن كلمة إرهابي أو كلمة محترف أو هاوي، كل دي ما تعنينيش، ولكن يعني ده تلقى تدريب على مستوى عالي. نعم. ومعروف إنه جاي من غزة، هناك في غزة موجود في حرس ثوري إيراني، موجود خبراء من الحرس بيدربوا هؤلاء الناس المحترفين وناس من حزب الله، وبيشترك معاهم الراجل الإخواني بتاع مكتب الإرشاد اسمه محمود عزت. محمود عزت. محمود عزت موجود هناك لتدريب هؤلاء، والتمويل طبعاً زي ما احنا عارفين جامد يرسلهم لعمل مثل هذه العمليات ضد الجيش. ضد الجيش. فدي لا لهاوي بقى ولا محترف، دي ناس على مستوى عالي من التدريب وبتاخد فلوس وعندها عقيده. كون بقت داعش، بقت الجماعه الاسلاميه، بقت مش عارف بيت المقدس، ده ما يهمنيش، ما يعنينيش. انا من الشخص اللي تركب في دماغه عقيده البلد دي كافر، الجيش ده كافر، رئيس الجمهوريه ده كافر، كل ده كافر، انزل دمر قرب اكسر هذه البلد. داعش عايز تقيم حكم الخلافة، ده انا اعمل عملية انتحارية عشان اقيم بالخلافة، وبعد اثنين ثانية او ثلاثة ثانية هكون في الجنة مع الحور العين. عقيدة دخلت في مخه بهذا الشكل. شاب عنده 18 سنة ركبوه عربية مفخخة، ايه العملية؟ ثواني وهتكون في الجنة، روح فجر نفسك في مديرية امن جنوب سيناء اللي حصلت من سنتين ثلاثة. ادي المشكله، وبيكفروا المجتمع كله بما فيهم حتى المواطن البريء، يعني ممكن اي حد يتصادف مروره. كلهم كفار في نظرهم، كلهم اعداء في نظرهم. اي ضربه ابتداء من رئيس الجمهوريه لغايه تحت بتضرب في اللحم الحي. تفرق بقى داعش ما داعش، كل ده ما يهمنيش. دول ناس عقائديين مجرمين لبس مخهم عقيدة أن هذا المجتمع بهذا الجيش بهذا الرئاسة بهذا الوزراء بهذا الشرطة بجهازها بالتلفزيون اللي انت فيه كله كافر.
انزل اضرب ودمر وخرب ونقيم على انقاضه. ده الكلام ده قاله سيد قطب عشان تبقى عارف في معلم فتاة. نقيم على انقاضه المجتمع الاسلامي والدوله الاسلاميه ودوله الخلافه. كلام الفارغ ده هو اللي راكب في مخهم، هو ده اللي بينفذوه، هو ده اللي بيتضربوا عليه. بعد اذن حضرتك سيد روان ناخد مداخله اخيره من استاذ نبيل واجابه على التساؤل اللي وجهناه، يعني هل صعوبه الملاحقه او صعوبه القضاء بشكل سريع على هذه الجماعات هو راجع للطبيعه العنقوديه او العنكبوتيه، ان صعب ان يعني المدبرين الاساسيين يتم القبض عليهم والتخلص منهم نهائيا؟ لا، هو الامن حقق نجاحات كبيره جدا، ولولا نجاحات الامن لكانت البلد يعني بقى حالها سيء، ولكن الامن حقق نجاحات كبيره، ولكن لطبيعه الوضع الجغرافي في سيناء ولطبيعه الطرق الكبيره التي لا تستطيع اي جيش يعني مراقبتها ال 24 ساعه، بيتم برضه نوع من العمليات في غفله من القوات لان المسافات كبيره والطرق وعره. اما بالنسبه للداخل فعناصر كثيره من شباب مجموعه 95 بدات تستخدم لوضع المتفجرات في الشوارع والاماكن المزدحمه لاثاره البلبله، ولان الذي يدفع ويمول هذه التنظيمات الارهابيه يريد ان يرى نتائج على الارض، فلا بد من اجل استمرار الدعم، لابد من استمرار العمليات حتى يستمر الدعم. الشكر الجزيل لك سيد نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد. سياده اللواء، يعني العمليه اللي فيها بقى قدر من الاجرام والخيانه لا يوصف، يعني منتهى الخيانه لكل شيء، للعقيده وللوطن وللانسانيه ولكل هم لا يعترفوا بوطن يا ودينت حبيب. ودينت من كل الجهات لا يعترف بوطن، دي عقيدته، كلام اللي ربوه وهم كيدس صغيرين كده في الجوامع والمساجد في الخلايا اللي اتربوا عليها. الوطن ده مش وطنك، الوطن ده كافر. انت وطنك اي وطن اخر، لان هنا لا تقام الشريعه. وطنك في السودان ممكن، وطنك في ليبيا اللي ممكن، وطنك في غزه ممكن، ده مش وطنك. ولازم تدمر هذا المجتمع الكافر عشان نقيم الخلاف معتقد ده اتربى عليه وهو صغير، وعشان كده بيرفض السلام الوطني، وعشان كده بيرفض تحيا مصر، بيرفض النشيد الوطني، وبيرفض يا راجل دول الشيوخ بتوعهم الكبار رفضوا يقفوا في السلام الوطني وهم في الاجتماع بتاع لجنه الدستور وشفتهم. لا يعترف بالوطن اصلا. الولاء للجماعه كتاب اول سنه اولى، انا جبته لكم مره وشفته سنه اولى ثانوي، كتاب كده ما فيش حاجه اسمها ولاء للوطن، الولاء والانتماء لكن للجماعه. فكره ازهاق الارواح انها نعم؟ ازهاق الارواح انها جهاد في سبيل الله طبعا، ده بيزهق علما بان بعضهم بيكون على قدر من التعليم الا يكفر الكافر فهو كافر. عايز حاجه اكتر من كده؟ ده مش بس بقى اللي بيكفرك وبيكفرني، لا ده كمان اللي ما يكفرنيش هو كافر. هذا المعتقد بتاعهم، ما تشوف اللي بيحبسوه في داعش ده مجتمع كله كافر يجيبوه على الارض. طيب. على عكس كل ما هو في الدين. المتعاطفين مع مثل هذه الحوادث او اللي مش متعاطفين لكن بيبرروها او شايفين بمفاهيم دينيه غلط، احنا عايزين نقيم الشريعه، وماله لما نطبق الحدود، وماله لما نقيم المجتمع الاسلامي، وماله لما نقيم الخلافه، على انقاض كل اللي انت شايفه في مصر ده. في كلمات مفصليه يا سياده اللواء، نعم؟ يعني علوم النفس، علوم اصلاح العقول ان صح التعبير. مين قال لك انهم بياخدوا عقول وبياخدوا علوم؟ مين اللي يقوم بيها؟ مين اللي يقوم بيها؟ يعني احنا نعالج بقى نفسنا ازاي ونعالج مجتمعنا ازاي من هذه الامراض؟ يعني احنا عايزين نحافظ على الامن القومي دون ان يعني ايه نستأصل نسبه كبيره من المجتمع فيه. هكلمك في الحته دي بس اخلص الجزء اللي بتكلم فيه من ناحيه السياسه. انا اتكلمت عن التهجير وده امر حتمي عشان الحته المنطقه دي تتنظف بالكامل ولا يبقى فيها الا الجيش أو إرهابي يقتل أو موتوسيكل يدمر أو عربية تدمر، واخد بالك معايا؟ ده هو الأساس ودي فلسفة المناطق العازلة والكلام ده كله. قيل أيضا من سنتين ثلاثة إن لابد والكلام ده مشروع كان موجود حفر عشان الأنفاق، حفر مانع مائي زي قناة مائية بطول ممر فلادلفيا اللي هو بالحدود بيننا وبين غزة 2 كيلو في 14 كيلو، لان احنا بندمر انفاق انفاق كبيره خلصنا منها، يعملوا انفاق غيرها، يعملوا انفاق غيرها، ولغايه دلوقتي السمعه بتدمير انفاق تدمير انفاق. طب ما بتخلصش ليه؟ لانهم بيعملوا تاني. فقال لك في قناه مائيه بطول ال 14 كيلو ممر فلادلفيا وبعمق حوالي 20 متر وبعرض حوالي 12 متر وممكن توصل بعد كده لغايه طابا تحت من البحر، يعني من البحر الابيض لغايه طابا. نعم.
الحقيقة سيادة اللواء النهاردة يمكن بعض العناصر السيناوية اللي عايشة بره مصر استغلت بعض القنوات المعادية وبررت هذه العملية الإرهابية تحت مبرر مزعوم بأنه عمليات نقص التنمية في سيناء هي اللي بتبرر مثل هذه العمليات الإرهابية. عمليات إيه؟ نقص التنمية، إنه التنمية لم تحدث في سيناء. كلام ده غلط. أيوه. ليه غلط؟ شرم الشيخ في سنة 2006 مش كان فيها تنمية؟ فنادق. تنمية سياحية. وطابة ونويبع وده وشغل وعمال بتشتغل، إيه اللي حصل؟ جم بتوع تنظيم الجهاد ودخلوا على الفنادق، فجروا الفنادق ودمروا المنشآت السياحية الموجودة وهرب السياح. عملت إيه بالتنمية؟ لا قيمة للتنمية بدون أمن. مصنع بينتج اسمنت ويهاجموه، مصنع بتاع مش عارف عتاقة بيهاجموه، مش دي تنمية؟ دمروها. ينفع تنمية من غير أمن؟ أما تيجي تكلمنا هو السؤال، ينفع بقى أن أنا أقيم اللي هم عايزون يقيموه على أنقاض حضارة، على خراب؟ يعني هم اللي عايزين كده يعني. أنا بسأل السؤال دوت لذوي العقول يا سيدي الفاضل، ونتمنى أن نكون منهم. كتاب عشان تفهمهم، ادخل في الفكر بتاعهم، في المعتقد بتاعهم. كتاب معالم فطري بيقول إيه؟ هذا المجتمع بما فيه من يسموا بمسلمين زي وزيك وزيها، مجتمع جاهلي لا يقيم الشريعة عشان الحاكم ما بيقيمش الشريعة، ومن سم فكل من فيه كافر حتى وإن صام وصلى وحج البيت العام. رقم واحد، يبقى كل ده كفر. كافر يبقى بين اتنين ايه؟ كل من هو كافر فهو حلال الدم والمال والعرض. تلاتة، طيب مهمة الإخوان المسلمين ايه؟ أنتم المنوط بكم تقويض هذا المجتمع الكافر لتقيموا على أنقاضه المجتمع الإسلامي. عرفت الثلاثية؟ احنا عايزين نستخدم الردود اللي كانت، خليك معايا بس. عرفت الثلاثية اللي بتحكم العقول دول؟ مجتمع جاهلي ما بيفهمش الشريعة، اتنين يبقى اللي فيه كلهم كفر حتى وان صلوا وصاموا وحجوا، خلاص؟ تلاتة، حلال الدم، كافر يبقى حلال الدم والمال والعرض، ما تقوليش بقى على حرمة أنفس مش حرمة أنفس، ما يعرفوهاش. أربعة، طيب كفرنا وجهلنا واستحلينا الحرمات. أربعة، الجماعة الإسلامية بقى بتاعتهم الإخوان بتعمل إيه؟ أنتم المنوط بكم إنكم تقوضوا هذا المجتمع، خلاص اتهد، وثم تقيموا على أنقاضه المجتمع الإسلامي. مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل؟ دي النقطة الخطيرة الناس مش فاهمها. أنت عشان تمنع هذا الكلام لابد إنك تمسك النظرية دي وتهدها من أساسها. تهدها إزاي؟ من تحت. أنا أول امبارح قاعد معاك قلت لك واحد في عهد مرسي احمد ماهر، احمد ماهر ضربه ولا ما ضربوش؟ ضربه الاخوان المسلمين، واتضربت في عهد النهراش، واتضربت في عهد مين؟ عبد الهادي، واتضربت في عهد عبد الناصر، واتضربوا في عهد السادات، واتضربوا في عهد مبارك. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ مستمرين ليه من 85 سنه؟ لانك انت بتضرب اللي فوق السطح، مش كده؟ 100 200 300 بتعدمهم، ومن تحت المفارق شغاله عماله تطلع لك كده صغير. هو العريان ولا البلتاجي ولا على ولا اسمه ايه ده؟ الزفت اسمه حجازي ده، من 30 سنه كانوا ايه؟ من 40 سنه كانوا ايه؟ شعب صغيرين. اتربوا فين؟ في المساجد والزوايا بالمفاهيم دي وطلعوا عليه. لان حضرتك قلت في النظريه على انقاض المجتمع اللي هم بيجهلوه بيكفروه. هو السؤال البديهي يعني، وليس في ذلك يعني عبقريه ولا ذكاء شديد. هل يمكن لاعداء الامه أن تترك هذا المجتمع اللي على أنقاضه يقام في هذا الصرح الذي يطمحون إليه؟ ده هم اللي بيقيموه لأعداء الأمة. هم يعني هم أعداء الأمة اللي بيفكروا بطريقة غريبة جدا. هم اللي بيقيموه ليه؟ وبعدين إيه؟ بيغفوا إيه بالدين وبالشعارات الدينية دي؟ السلطة والسياسة والحكم بيستولوا عليه. مثل ما حصل في السنة السوداء اللي إحنا حكمنا فيه. مش كده؟ هو السلطة والسياسة. أنا مش عايز أنسب لحضرتك تصريحات دينية، بس هو دار الإفتاء النهاردة والأزهر كان ليهم بيانات، أدان مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام التفجير الإرهابي الغادر اللي وقع في النقطة الأمنية بمنطقة كرم القواديس في جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، وقال في بيانه إن التفجيرات الغادرة التي تستهدف أمن الوطن وسلامته لن تنال من عزيمة المصريين في التصدي للإرهاب الأسود، وأكد إن منفذي تلك العمليات الإرهابية مفسدون في الأرض ومستحقون لخزي الله في الدنيا والآخرة، والإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين. ده جزء من بيان دار الإفتاء، ونفس المعنى تقريبا أكده بيان الغزو. بقول له متشكر جدا على البيان بتاعك،
البيان بتاعك عظيم وله الاحترام، ولكن يا سيادة المفتي رد على الفتاوى اللي بتعطى لهؤلاء الناس، رد على الفتوى بتاعت إقامة الخلافة الإسلامية، صح ولا غلط؟ رد يا سيادة المفتي على تكفير المجتمع، رد يا سيادة المفتي على إن البلد دي لا تقام فيه الشريعة، رد يا سيادة المفتي على تغيير المنكر باليد، رد يا سيادة المفتي على الادعاءات بتاعت إن الولاء يكون للعقيدة وليس الوطن، ردوا على هذه الحاجات اللي هم بيتزرعوا بيها. هذا هو المواجهة الفكرية أو ترشيد الخطاب الديني اللي اتكلم عنه الرئيس السيسي وما حصلش. ما تدخلنيش يا سيادة المفتي في المطلق، ما تقوليش إن الإسلام دين السماحة، ما تقوليش إن الإسلام يرفض العنف وينبذ العنف، لا، خش رد على كلامهم، رد على الخلافة اللي بيزعموها. طيب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ ما فيش حاجة اسمها خلافة. سيدنا رسول الله قال الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عضودا. رد يا سيادة المفتي على من يدعي إن مصر مفتوحة. يعني مهمتهم الإصلاح الفكري. بيحصل تكذيب يمكن يكون عايز كثافة. لا يا ستي رد على امسكي، لا امسكي اركان الفكر، ركن ركن ورد عليه، ادي اللي افهمه في المواجهه. طب سيادة لو احنا سمعنا من شهور، هل سمعت حد رد على الخلافه؟ هل سمعت حد رد؟ بيبقى في ردود لكن يمكن رد من الدين، شكل تنظيمي اكتر. لا لا رد من الدين، اثبتي ان الكلام بتاعه غلط عشان توافي المفارق اللي انا بتكلم عنها. طب اسمح لي ارجع لحاجه خاصه بالشق الامني. سمعنا من شهور معدوده اكتر من تصريح، تصريح امني. لحظه بس، لحظه زي عشان اكمل لك الحته بتاعه التهجير. اتقال ان في المانع المائي ده، وان اللي انا اتكلمت عنه القناه دي، وقالوا ان الامارات هي اللي هتمول هذا المشروع. مسكتنا ما تمش حاجه. ما تمش ليه؟ ليه ما اتعملش؟ ليه ما تمش هذا المشروع؟ هنا العمليه السياسيه. فاذا انت النهارده في مشاكل سياسيه لازم تواجهها، لازم تواجه مشكله مشاكل القبائل اللي بيقولوها للناس. نمره واحد، ده شغل مجلس دفاع الوطن المجتمع النهارده. المشايخ دول اللي بيقولوها للناس، ايه الحل معاهم؟ وجه لهم انذار وتوجه لهم كده كان انذار، اما انه يسلموا اللي عندهم او ان المناطق دي سيتم تهجيرها بالكامل. مره ثانيه بسجل، رد على الحته بتاعت ال 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 التهجير ده لازم يردوا عليها. متوقع لا. طبعا دوت زي ما حضرتك اشرت، ومره ثانيه انا بسجل اعجابي الشديد بحماس حضرتك للامن القومي المصري، لكن اسمح لي اربط هذا الحماس بسؤال ربما كلنا محتاجينه في اطار ضبط انفسنا في مواجهه هذه الاخطار، لكن بعد ان نتلقى اتصال هاتفي اكيد هياتي في اطار الادانه المجتمعيه الشامله لهذا العمل الارهابي المجرم الخائن الجبان، مع الاستاذ محمد غباشي امين الاعلام في حزب حماة الوطن. اهلا بك يا استاذ محمد. طيب حتى يتيسر لنا هذا الاتصال الهاتفي ربما الاستاذ محمد يكون سمعنا لكن صوته مش وصلنا في الاستوديو. في نقطة الغضب يا سياده اللواء، الغضب. انا واحد من مصريين اعتراني حاله شديده من الغضب اليوم، ولكن ضبطت نفسي. انا معاك الغضب، يعني ربما يرتفع الضغط، ربما اصاب بالامراض نتيجه فعلا. هذا الامر انا ارتفع الضغط. كيف نضبط انفسنا كمجتمع؟ مش هنضرب حلت المشاكل اللي انا بتكلم عنها. نعم. أنا أديك مثل بسيط يشيل غضبي وغضبك وغضبك. كم واحد اتقتل يا حبيبي خلال السنتين اللي فاتوا؟ عشرات المئات، 100 200 300 400. كم واحد في سينا، وكم واحد في كرداسة، وكم واحد في دلجة، وكم واحد في الجامعة، وكم واحد في النهضة، وكم واحد في رب. دخلنا في عدة آلاف. رد عليا. كم واحد أعدم في المقابل؟ ولا واحد. شكرا. رديت عليه. أين العدالة الناجزة اللي بيتكلموا فيها؟ ها؟ أين الرادع؟ أنا قلت لك قبل كده إن في منظومة أمنية رباعية، صح؟ صحيح. معلومات تبقى متوفرة بنسبة كبيرة. اثنين، قوات لقد موجودة. ثلاثة، ضربات استباقية ووجهات بنجاح. أربعة، الردع. الردع يعني إيه؟ يعني لما واحد يرتكب جريمة يحاكم ويصدر عليه حكم سريع وينفذ الحكم ويخوف غيره ما يرتكبوش هذه الجريمة، مش كده ولا إيه؟ النهاردة يا سيدي الفاضل في مجرمين اعترفوا وصدرت عليهم احكام اعدام، والمفتي صد على احكام الاعدام ولسه ما تنفذتش لغايه دلوقتي. سامحني في المقاطعه لحضرتك. حد هيخاف؟ رد عليا. نفس النقطه. حد هيخاف؟ نفس النقطه. هياخدها حد هيخضع؟ وبعدين تقول الضغط. طب ما طبعا يجي لك ضغط. ربنا يعافينا جميعا. 500 واحد او 600 واحد قتلوا. ومفيش واحد اعدم. صحيح. نفس النقطه. هاخد منها وهسال الاستاذ محمد غباش اللي انضم لينا عبر الهاتف دلوقتي، امين اعلام حزب حماة الوطن. اهلا بك يا استاذ محمد. كنت اسال حضرتك مش بس عن رد فعل الحزب، ولكن
عن قراءتكم لهذه العملية الإرهابية الخائنة الجبانة، إضافة لما طرحه سيادة اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي معي هنا في الاستوديو، هل نتيجة عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الخونة الإرهابيين حتى الآن بتتكرر العمليات الإرهابية في تقديرك؟ أولا احنا الحزب برئاسة السيد الفريق جلال هريدي بيقدم العزاء لأبنائنا من القوات المسلحة وأبنائنا من المدنيين كمان اللي نشهدوا في العملية الغدا. وأنا هأكد لحضرتك على النقطة الأولى، إن هذا أتى بعد إنجازات غير مسبوقة للقوات المسلحة ضد الإرهابيين والعناصر التكفيرية في منطقة شمال سيناء. القوات المسلحة لم تعلن عن كثيرا مما أنجزته من القبض على هذه العناصر وتدمير بؤر وتطهير بؤر تكفيرية وإرهابية كثيرة في شمال سيناء، وكمان العديد من الأنفاق اللي لأن كل نفق معمول له عدد فتحات لا نهائي، الأنفاق عامل لها فتحات لا نهائية لتوصيل وتهريب البضائع المدعمة المصرية إلى خارج مصر وتهريب المجرمين والسلاح إلى داخل مصر إلى الداخل. وربما تهدم فتحات الأنفاق ويعاد فتحها مرة ثانية. والقوات المسلحة والهيئة الهندسية بتبذل جهد غير عادي وعملت إنجازات. خلينا نقول إن القوات المسلحة بعد هذه الإنجازات بيحصل نوع من العمليات الانتقامية ضد الإنجاز العظيم وضد خلي ان الدولة المصرية حققت تقدم على المستوى العام. في خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة في الدورة 69 اللي كل العالم قال ان ده خطاب اصبح خطاب للدورة دي سميت بدورة السيسي او دورة مصر، كمان التقائه ب40 رئيس حكومة ورئيس دولة بعدها، وكمان مشروع قناة السويس اللي رفع التصنيف الاقتصادي والائتماني حسب مؤسسة موديز من سلبي إلى مستقر. بعدها تشوف الإجراءات اللي تمت داخل مصر من تقبل مواطنين للمعاناة اللي كانت بتمر في السنوات الماضية وإن الناس تقبلت كل الظروف الاقتصادية. فكل أجهزة المخابرات العالمية وكل الدول المعادية لم تتقبل وبتساعد هذه العناصر الإرهابية والعناصر التكفيرية بالمال وبالسلاح وبالمتفجرات الحديثة جدا عشان هو الحقيقة فندم ما فيش حد ينكر المجهودات اللي بتبذل وان في عمليات ملاحقة مستمرة حتى اللحظة لجيوب الإرهاب سواء في سيناء او في حتة تانية، وبالتأكيد سوف يعلن عنها تفصيلا في الفترة اللي جاية، لكن في نفس الوقت بيحصل احداث مؤسفة من هذا القبيل للأسف، يعني صعب ان احنا ننكر ايضا ان هي بتغطي على كتير من هذه المجهودات وهذه الخطوات الإيجابية، وفي نفس الوقت بتوصل رسائل سلبية سواء للخارج أو حتى للمواطن العادي اللي يقول إذا كان القائمين على الأمن نفسهم مهددين وهم مفروض هم اللي يحفظوا لنا أمننا فما بالنا بينا إحنا، وقد يكون هذه من الأهداف الأساسية للإرهابيين من خلال ما يقومون به من أعمال إجرامية. قرأت حضرتك لهذه أنا عايز أقول لسيادتك حاجة، لم يحدث في التاريخ أن حربت دولة من الثلاث جهات زي ما يحدث مع الدولة المصرية. مصر بتحارب على حدود أكثر من 1020 كيلومتر، حدود مفتوحة لا يمكن لأي دولة في العالم أن يعني تضبط هذه الحدود مع ليبيا. يتواجد في ليبيا أكثر من 21 إلى 23 مليون قطعة سلاح بعد انهيار الدولة وعدم وجود سيطرة للدولة على مخازن السلاح في ليبيا، وكلنا يعلم ما يحدث هناك. حتى الجيش الوطني بيقر ويفر مع جماعة واحدة تكفيرية في مدينة بنغازي وطرابلس وما يحدث فيها. فإذا ليبيا خارج السيطرة وبها فوق 23 مليون قطعة سلاح ولا يمكن لأي قوة في العالم تضبط السلاح. من الجهة الأخرى أنت عندك الحدود مع إسرائيل والحدود مع حماس، الحدود الجزء مع إسرائيل بيمكن ضبطه، الحدود الجزء مع حماس كلنا يعلم ما يحدث فيها. كمان في الجنوب عندنا في ثلاث معسكرات لتدريب العناصر الإرهابية ومعروفة ورصدت
وكمان هناك طائرة سودانية كانت تحمل أسلحة وذخائر للمتمردين والتكفيريين في ليبيا. فهذه العناصر اللي موجودة في السودان على امتداد أكثر من 950 كيلومتر بتتهرب عبر الوديان وبتمد الإرهابيين والتكفيريين بالأسلحة والذخائر. طيب أنا بس قبل ما أختم مع حضرتك دولة محمد تحارب من الثلاث جهات. أيوة النقطة ديت احنا بنركز عليها علشان كمان سيادة اللواء هنراجعه فيها. عايز أخذ من حضرتك يعني تعليق ختامي. إذا حضرتك بتوجه أصابع الاتهام في التآمر على مصر إلى من أجهزة المخابرات العالمية في مجمله؟ هو احنا عندنا طبعا احنا عندنا الدولة العربية لن أسميها وهي دويلة قطر بتدعم هذا التوجه التكفيري الإرهابي. كمان المخابرات التركية وما يحدث فيها بتساعد بالمال وبالتسليح، وكلهم بيتعاونوا تحت مظلة المخابرات الأمريكية بطريق غير مباشر لإمدادهم بالمعلومات عن كل الأخطاء اللي ممكن تحدث، وبيدوهم صور جوية وبيدوهم كافة وبيسهلوا لهم كل المعلومات اللي بتحصل عليها أمريكا بتمدهم بيها بطريق غير مباشر لتسهيل أعمالهم. مصر مستهدفة، ولكن لازم نؤكد على حاجة، أن القوات المسلحة المصرية قادرة والشعب المصري قادر إن شاء الله على النصر. لم يحدث في التاريخ أن تعرضت له ما تتعرض له مصر، ولكننا بإذن الله منتصرون وبإذن الله شعب مصر سيأمن. وبنشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة الأستاذ محمد غباشي أمين الإعلام في حزب حماة الوطن. كان في عند حضرتك تعقيب يا سيادة اللواء؟ النقطة لا يا حضرتك كنت عايز تتكلم في جزئية معينة قررتها معاه للمرة الثانية علشان أرجع لحضرتك بيها. هو شايف أن مصر فعلا مستهدفة من مؤامرة عالمية كبيرة، ربما على سبيل الحصر أجهزة مخابرات عدة دول معادية لمصر الآن، في مقدماتها قطر وتركيا بتشتغل تحت إدارة المخابرات الأمريكية. هو طبعا تأكيدا للكلام ده في مركز موجود في اسطنبول بيجتمع كل شهر حوالي 3 مرات، في مندوب السي اي اي، في مندوب مخابرات قطر، مندوب مخابرات تركيا، مندوب مخابرات الناتو، ممثل للتنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول، بيجتمع لتطوير الخطط اللي هينفذوها في مصر وتمويل هذه الخطط. وفي بعض الاحيان حضر هذه الاجتماعات خالد مشعل بتاع حماس. ده يقودني الى ايه؟ النهارده اللي بيدرب وبيمول والامدادات بتاعه الاسلحه وامدادات الذخيره بيجوا منين؟ من غزه. انا من حقي بعد اللي بنشوفه ده كله ان انا اوجه ضربات ضد معاقل الارهاب اللي بيجيلي من غزه، داخل غزه وداخل ليبيا وداخل السودان. ده حقي الشرعي، واخد بالك؟ اوجه راس مال لهم جوه، وده اللي هيرضحهم. أمريكا لما هجموا القنصل الأمريكي في بني غازي عملت إيه؟ مش بعتت مفرزة خطفت الراجل اللي كان موجود في اسمه أبو أنس الليبي، خطفته للأسطول السادس وبعدين ودوه أمريكا وبيحاكموه وفي غيره وغيره وغيره. هنرجع بقى لازدواجية المعايير، لما أمريكا بتعمل كده ما حدش بيتكلم، لكن لو جت مصر أنا من حقي عملت هذا الحق من حقي الحق واللي يتكلم يتفلق هتقوم الدنيا يتفلق وتقوم الدنيا وإن شاء الله ما قعدت. حقي أعمله، كل واحد بيصدر لي إرهاب من حقي إن أنا أعاقبه وأقضي عليه في مكانه، وده شغل المخابرات الصح. أنا راجل مش رسمي ولا دبلوماسي ولا بتاع، أنا بتكلم من حقي اضرب كل مصدر تهديد، بس الناس لما يجي لي زي ما حصل في 15 اغسطس ايام المشير طنطاوي لما حصل و26 واحد جم في المغرب والناس بتفطر وبتصلي المغرب وراحوا اكلينهم، دول جايين منين؟ جايين من غزه وبتتكررت، كله بيجي من هناك. حضرتك اتكلمت عن اللي بيحصل في تركيا كمان وفكره ان في تطور في استراتيجيات الهجوم على مصر، في المقابل الاستراتيجيات الدفاعيه المصريه اللي المفروض تكون هجوميه ايضا بالقدر الاوفى طبعا. لان في ناحيه بنتكلم عن الامن القومي المصري طبعا. وعن امن المواطن المصري الله. يجب ان والله العظيم ثلاثه انا بتكلم اهو في هذا التطوير. انا من حقي لو اعرف ان في اجتماع في مكان ما في العالم بيخطط وبيدبر ضدي في مصر لا اروح وهاجمه وادمره في اي مكان في العالم. ده امن قومي، ده امن قومي. في حاجة اسمها أعمال مخابرات تحتية. حضرتك ابتديت في حاجة اسمها أعمال مخابرات تحتية. حضرتك ابتديت كلامك بالحرب على الإرهاب. الإرهاب
في حرب مع مين؟ يعني هل هو بيحارب الدولة فعلاً عايز يهدم الدولة المصرية؟ ما ترد على الهدف. ولا عايز يوصل المواطن المصري إن هو ما يمشيش في الشارع؟ يا سيدة الفضيلة. ولا هي فكرة اقتصاد؟ كل ده. اقتصاد. كله. هو يعني إيه؟ هو في 25 يناير إيه؟ مش هدم النظام؟ ها؟ طب وبعد ما هدم النظام؟ طب خلاص الراجل حسني مبارك قال لك أنا تنحيت. انتهى النظام. الحزب الوطني اتحل. واتمسك هو اللي راح في عز دخل السجن والوزراء والشريف ومش الشريف والكلام ده. طب وبعدين سكتوا ليه؟ كل التخريب اللي عملتوه وحرق البلد والداخليه و61 اسم شرطه ومقر الشهر العقاري ومحكمه الجلاء واخد بالك والهجوم على وزاره الدفاع والهجوم على وزاره الداخليه. لانه ببساطه يا سياده اللواء ليه؟ هدم الدوله. ما هي الدوله؟ لحظه كل المؤسسات ما هي الدوله؟ سته. الرئاسه كانت موجودة ولا سقطت؟ انتهت. البرلمان كان موجود؟ انتهى اتحل. الحكومة السلطة الثالثة كانت بتتغير يعني عصام الشريف كل أسبوع بموافقة التحرير مدينة التحرير فاكرة؟ ويقولوا له احنا في اليمين في مدينة التحرير شفت الخيمة؟ أدي الحكومة وأدي الشرطة وأدي الرئاسة وأدي البرلمان. القضاء إيه اللي حصل؟ حضرتك مش قفل الدكاكين بتاعته وقفل المحاكم لما كانوا المحامين كانوا بيخشوا سته طبعا الجيش فاضل ايه؟ الجيش السلطه الساسة الجيش وعشان كده كنت عايز اقول لحضرتك وده اللي بيعملوه دلوقتي وده اللي بيحاولوه اي نظام ليه؟ لا يقهر لان الجيش عشان متماسك وموجود امكن ان احنا نبني على اكتافه بقيه خمس سلطات الدوله صحيح عملنا الدستور على كتف الجيش عملنا الانتخابات عملنا الحكومه عملنا انتخابات الرئاسه مش بس كده عملنا مش بس كده وبنعمل مشروعات تنمويه عملاقه وده طبعا يزعج اذا المشكله والكلكوعه ليه الجيش عشان كده الكلمه اللي قالها الرئيس السيسي محدش خد باله منها نعم اما قال لك الجيش المصري عامل لهم مشكله احنا مضطرين نخرج لفاصل سريع مشكله علشان سمعت الكلمه دي علشان لما سمعت الكلمه دي بتاعته لما قال لك الجيش مشكله لهم الحمد لهم لله. مشكلة الحمد لله هنخرج لفاصل حتى يتيسر الضم على قناة أخرى لأنه كمان حضرتك أكدت على المعنى المهم أنه أي نظام سيأتي للحفاظ على أمن مصر القومي هيكون نظام بالتأكيد مستهدف من المؤامرة على مصر ولكن إن شاء الله مصر محفوظة بإذن الله تأكيد في شجب وإدانة من مختلف الجهات ومؤسسات وأفراد وحكومة ودولة لهذا الحدث الأليم وطبعا حداد وفقا لقرار من رئيس الجمهورية وكذلك أكدت عليه الجامعة العربية لضحايا هذا الحادث الحداد لمدة 3 أيام بالإضافة أيضا إلى ما وفاتنا به الأنباء مؤخرا من أن هيكون في الغد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء على خلفية هذه الأحداث بيتواصل الحديث مع سعادة اللواء حسام سويلم الخبير العسكري والاستراتيجي سعادة اللواء يعني بعد كل ما جرى وبعد هذه القوة في الأحداث والأرواح اللي بتزهق وما كنا نسمعه في الشهور الأخيرة على لسان بعض المسؤولين أو بعض المتخصصين الأمنيين إن مصر أوشكت على أن تكون خالية من الإرهاب وناس كتير دايما كانت بتسال امتى هنتخلص من الارهاب نهائيا هل من السهوله بمكان ان احنا بعد اللي بيحصل ده نقدر نحدد مدى زمني للقضاء على الارهاب الكلام اللي بيتقال ده غلط اللي يقول او شكلنا ان احنا نقضي على الارهاب ده بيميع الموضوع وبيدي دلالات خطا نحن في حرب مع الارهاب ومستمر ما يقولش احنا او شكلنا نقدر احنا الموقف الامني بتاعنا بيتحسن ده الكلام اللي اتقال انما الارهاب موجود طالما المفارق شغاله اللي انا اتكلمت عنها وطالما في تمويل من بره وطالما في تامل من بره ويا شعب اصحى انت معرض لعمليات ارهابيه في سيناء وفي غير سيناء وفي المحافظات وفي جوه ولازم نكون صحيين ده الكلام اللي اتقال ما يتقالش ان الارهاب خلص او اوشك يخلص امتداد الارهاب ما نبينش الناس عندي سؤال مهم يا ما نبينش الناس ما نديش احلام طبعا عندك غلط امتداد الارهاب من سيناء لاماكن ثانيه في مصر البعض بيشوف ان دي دلاله ايجابيه ان ابتدوا يعني يبقى في زي يعني نقول ايه تمام منتشر ان هي في النهايه اتنقلوا من سيناء اصبحت فلول للارهاب فقط وليس الارهاب بشكل قبيح وفي البعض بينظر اليه ان هو على العكس ده دليل على اشتداد وطاه الارهاب حضرتك بتايد اي الفريقين الارهاب بيعاني من ضربات قاسمه
ولكن الإرهاب بيجد دعم خارجي مجري يفوق الوصف. طيب. في أولا خميرة عقائدية عنده إنه مش إرهابي. وفي فلوس. هو غير الفلوس. في خميرة عنده. الله يا جماعة أغلى حاجة عندي وعندك إيه؟ الحياتي. طبعا. طب أنا لما أجي النهاردة شاب 18 سنة 20 سنة في ريعان الشباب. يعني عملية انتحارية. وأروح راكب عربية ومدخلني في عملية انتحارية وأروح أفجر نفسي في موقع عسكري. ضحيت بأغلى حاجة عندي. تم الاستيلاء على العرب. مقابل إيه؟ مقابل إيه؟ وعد زرع في دماغي ده اللي كنت بقوله يا سيادة المفتي. زرع في دماغي إن اللي رايح أدمرهم دول كفرة وأنا رايح الجنة بعد ساعتين. لا قول لي ده أنت البعيد اللي كافر إنك سيدنا رسول الله قال إنك أنت قال إنك أنت ممنوع عليك إنك أنت تكفر أي إنسان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإن روح المسلم دي حلال. حرام عليك انك انت تهدرها وانت اللي داخل الجنه داخل جهنم يا بعيد لا حور عين ولا نيله انت داخل جهنم حتف بالعمليه دي يا سياده المفتي يا شيخ الازهر فهموا اللي بيضحك عليهم وبتغسل مخهم او بيتلوث عقولهم بالمفاهيم الباطله حوالين التكفير وحوالين الوعود ان البلد دي بلد مهاره وحنتم الخلافه فهموهم ان الكلام ده غلط. حضرتك اعذرنا لان احنا مضطرين يبقى في معانا متابعات اخباريه هرجع لحضرتك بنقطتين مهمين جدا حضرتك ربما اتكلمت عن واحده منهم في الاتصال الهاتفي السابق وهو مدى إمكانية الحفاظ على ثقة المصريين في قيادتهم. النقطة الثانية المرتبطة بلغة التسامح والتصالح الحكيمة المصرية مع بعض الدول وربما تكون منها قطر لكن بعد ما نتلقى أنا عرفت رأي حضرتك من قبل ما تقوله سامحني في التعليق مع الأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار المتخصص في شؤون مجلس الوزراء لمتابعة إخبارية. أستاذ كمال يا ريت تطلعنا على الأخبار اللي عندك عن اجتماع مجلس الوزراء في الغد وإذا كان وصلت لحضرتك أي أخبار عن مجلس الدفاع الوطني المنعقد الآن. طبعا في مصادر فعلا بتشير داخل مجلس الوزراء يمكن لم يعلن رسميا لكن هناك مصادر تحدثت عن الاجتماع بكرة لمجلس الوزراء. هذا الاجتماع يعني في حال انعقاده وبعد التعقد منه هيعقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني اللي ما زال منعقد حاليا. طبعا حضرتك بعتوا البيان الاولي اللي صدر عن مجلس الدفاع الوطني. يا ريت حضرتك تطلعنا على اهم ما جاء فيه لانه للاسف لسه ما وصلناش يا استاذ كمال. ومجلس الدفاع الوطني عمل بيان في اجتماعه قال فيه ان المجلس انعقد برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء وزراء الداخليه والخارجيه والماليه ورئيس اركان حرب القوات المسلحه ورئيس المخابرات العامه وقاده الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه ورئيس العمليات ومدير المخابرات الحربية وللوقوف على مستجدات الصراع الداخلية والموقف الأمني في البلاد. وأيضا المجلس حي في بداية الاجتماع بالتقدير والعرفان أرواح أعز الرجال شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الزكية وابتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعا عن عزة ورفعة مصر وأمن شعبها ونعل للشهداء القوات المسلحة الذين سقطوا اليوم ضحية أعمال إرهابية خسيسة استهدفت عدة سائل ونقاط عسكرية في شمال سيناء. وأيضا أكد الاجتماع أو مجلس الوطني لذوي الشهداء وللشعب المصري العظيم أنه سيسأر للدماء الغالية للشهداء. وأيضا برضو صدر بيان آخر طبعا عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري بإعلان حالة الاحتجاج العام في جميع الحدود لمدة 3 أيام بدءا من غدا السبت. حالة الحداد. حالة الحداد. نعم في حالة طبعا من بكرة لغاية يوم الاثنين إن شاء الله نهاية يوم الاثنين. الاجتماع ما زال مستمر مجلس الدفاع الوطني طبعا استمرار الاجتماع لكل هذه الساعات يشير الى اهميه ودقه المرحله اهميه ودقه ما يدرسه. طبعا مجلس الدفاع الوطني هيدرس تقرير شامل من كل الجهات المعنيه والوزراء المعنيين بالوضع هناك باللي حصل بالمعلومات المتوفره وايضا هيدرس كل البدائل والسيناريوهات اللازمه للتعامل بحسب مع هذه الجريمه الغادره الارهابيه الغادره اللي هزت طبعا الشعب المصري كله والراي العام المصري كله. اعتقد ان بالفعل بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني طبعا كلنا في انتظار القرارات وقد يكون هناك اجتماع غدا لمجلس الوزراء لاذا كانت هناك تشريعات او قوانين من يعني من الممكن ان تصدر سريعا للتعامل طبعا للتعامل سريعا مع هذا
نعم، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة الأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. وبنعود لضيفنا الكريم، ربما البيان اللي أدانت فيه الكنيسة بتتمسك فيه بمطالبة الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة. ربما البعض بيرى في انه لغه الخطاب مع دول مثل اثيوبيا ايضا وقطر وغيرها من الدول التي ربما مصالحها تهدد مصالح مصر لم يثمر عن استجابه كافيه بدليل اتهام هذه الدول بالوقوف وراء التآمر على مصر حتى الان. والنقطه اللي حضرتك اشرت اليها منذ قليل ضروره التمسك بوحدتنا كمصريين. شوف انا عايز اقول حاجه، اهداف العدو، انت اشرت الى اهداف العدو، تشكيك في القياده وقدرتها، لان هو بيعمل ايه؟ بيقول له مش 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 الجيش، انت قلت كده الجيش هو اللي بيأمنكم، هو مش عارف يأمن نفسه. هو السيسي ده مش وعدكم ان هو هيقدر ارهاب؟ ما قضاش على الارهاب. تشكيك في القياده، تشكيك في النفس، تشكيك في الجيش، ده احد اهداف الارهاب، واخد بالك معايا؟ وبعدين بضربك في العمق، الجامعه واخد بالك؟ مش جبتوا شركه فالكون؟ ادي احنا دمرنا فالكون. جايبين كاميرات دمرنا لكم الكاميرات، بوابات الكترونيه مش عارفين، قلعناهم ونصنعوا وطلعناهم وبتوع، تشكيك في كل الاجراءات. ويوقفوا مسيره الاصلاح كمان، يعني يضربوا كذا عصفور بحجر، يوقفوا مسيره الاصلاح او يوصلوا على الاقل يعني انطباع لل يعني انا عايز اقول ايه؟ في عمليه تشكيك في النفس، تشكيك في الجيش، تشكيك في القياده. دي عمليه وحشه جدا، واخد بالك؟ بدليل حاله الغضب اللي احنا اتكلمنا عنها، ما هو الغضب دي هيتولد عنها ايه؟ في حاجات ثانيه. احنا عايزين نوقف هذا الكلام. حضرتك بتشوف الردع في المواجهه العسكريه بس، ولا زي ما حضرتك قلت مش هيخرج عن الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه، دور الازهر ودور دار الافتاء ودور الاعلام في ان يكون ايضا في مجابهه فكريه، يعني المفروض ان هم نشتغل على محورين في المواجهه الفكريه. يا ستي انا مش عايز اتكلم في الكتب القديمه اللي موجوده في الازهر وبتدرس لبتوع المدارس الثانويه الازهريه، الفكر الارهابي بتاع الاخوان المسلمين ده موجود. اديك الدليل على كلامي، عمر عبد الرحمن اللي هو افتى بقتل السادات، هو اللي افتى بقتل 118 واحد من رجال امن اسيوط. طلع براءة ليه؟ طلع براءة ليه؟ انه استند الى افكار موجوده اللي هو الكلام اللي انا بقوله هو في الكتب بتاعت الازهر. طب ما تنقوا الكتب دي، ما تبينوا انها ضلال في ضلال، وطلعوا كل الاحاديث. في حديث يقول لك انا جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني ايه قرصنه؟ طلعوا حديث موضوع سيدنا رسول الله، جعل رزقي تحت ظل رمحي، رمح. ما جينا زراعين ولا جينا نقتل اهل الزرع وناخد اكلهم. صدق الكلام ده موجود في كتب احاديث موضوع. اديك مثلا اصرخ من كده، انا وانت وهو كل الناس فاهمة ان سيدنا يعقوب هو اسرائيل واسرائيل هو يعقوب، مش كده؟ سمعت الكلام ده؟ كلام ده غلط، ولغاية دلوقتي الناس معتقدة سيدنا يعقوب هو اسرائيل واسرائيل سيدنا يعقوب. بناء على هذا الكلام، هذا الكلام ده اولا موجود في الكتب تراث، لا حديث صحيح ولا حديث موضوع بيقول الكلام ده خالص. بعدين جه بن جوريون في 8، ما تشوف هدف الدس ايه؟ جه بن جوريون في سنه 68 وقال لك احنا لنا حقوقا في الكعبه التي بناها ابونا ابراهيم. شفت وصل ايه بقى؟ مش بس بقى القدس والمسجد الاقصى، مش بس الهرم ده، بيتكلم في الكعبه دلوقتي، بيتكلم في حقوقا في الكعبه التي بناها ابونا ابراهيم. الكلام ده غلط، الحديث الكلام اللي بتقوله ده ان يعقوب هو اسرائيل واسرائيل هو يعقوب غلط ومن واقع القران. اجل الايه بسيطه جدا، قال عز وجل ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يبقى آخر لحظة في حياة سيدنا يعقوب كان اسمه يعقوب ولا إسرائيل؟ كان اسمه إيه؟ صحيح يعقوب. منين جت إسرائيل بقى؟ مين هو بقى السيد؟ ده موضوع تاني. هو ده السيد. مع كلام حضرتك ده، مع كلام حضرتك ده، لو النبي لحظه هكمل لك الحته دي عشان نعرف ازاي ما بيطهروش الكلام ده. مين هو اسرائيل؟ في سوره الاسراء اتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذريه. ادي الذريه، من حملنا مع نوح؟ ادي الاب اسرائيل.
انه كان عبد الشكور، العبد الشكور اللي كان في سفينه سيدنا نوح، ادي هو ده اسرائيل من قبل سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا موسى بمئات القرون. الكلام ده مش قدام بتوع الازهر وقدام الاوقاف وقدام المفتي وقدام مش عادي اروح. ممكن اطرح تساؤل دايما هذا واحد يقول لي انا اسرائيل هو يعقوب والناس كل المسلمين يعرفوا هذا الكلام. مع كل كلام الحرج بتقوله ده ست اللي هو، هل يستقيم يستقيم الحديث صحيح عن مراجعات في الاخوان؟ طبعا يعني في الاخوان يعني مراجعات ان يبتدي في مراجعات، هم يعملوا مراجعات كلام فارغ. ما عملوا مراجعات الجماعه الاسلاميه، عملت ولا ما عملتش؟ رجعت فيها ولا لا؟ رجعت انت بتضحكوا على بتوع الامن عشان يطلعوا بالسجن، مش عملوا مراجعات؟ وبعدين عملوا الحزب بتاعهم وانضموا للاخوان. طب بيضحكوا دلوقتي ليه؟ عشان يرجعوا للسياسه تاني؟ ما هم شغالين في السياسه تاني ورجعوا في كلامهم كله تاني. ضحك على الدقون، مراجعات عشان يطلعوا برا، عشان يطلعوا من السجون، افرجوا عنهم من السجون وشكلوا احزابهم ومنضمين مع السلفيين ومع الاخوان في 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 في, في المهزله اللي احنا شايفينها. مراجعات ايه؟ وبعدين اللي بيراجع ده بيراجع ايه؟ خليك معايا، تعالى نتكلم على المراجعات دي مهمه جدا. اللي بيراجع ده وبيقول انا عملت افكار وغلطت في الافكار بتاعتي، هم قالوا كلام، انا قريت الكتب بتاعتهم اربعه، احنا غلطنا في الافكار بتاعتنا غلط. طب والدم اللي راح ده مين هيتحاسب عليه؟ قدام مولى عز وجل من الفتاوى بتاعتكم اللي وديت البلد في ده. انتوا قلتوا اللي عايز يتطهر بصحيح. طب الدم ده مسؤوليه مين؟ اللي عايز يتطهر ويمكن المراجعه بتاعتك زي ما انت بتقول افكار دي كانت غلط. ما يمكن المراجعات الجديده بتاعتك كمان غلط. مش انت الاول حطيت كتب وافتاء وقلت ان البلد دي بلد كفره ودول حلال الدم والمال العرض، وقتلت 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 وخربت وسرقت محلات الذهب وي اخره، وبعدين كنت متاسف ده انا رجعت وطلع كلامي ده غلط. طب يمكن الكلام الجديد اللي بتقوله ده غلط، مش عرفني مش كده ولا ايه؟ مش كده، لان كله ضحك على الدقون. وازاي العب دور في مرحله انا مش معترف بيها اصلا؟ يعني برضه ده يعني مثلا كتير بيتحكوا كلمه المراجعات دي ضحك على الدقون عشان نبقى عارفين. واللي عايز يراجع بيراجع نفسه يمكن من تحت من غير تحت ضغط. انا بشكر حضرتك شكر جزيل، شرفتنا النهارده سياده اللواء حسام سويلم. انا بس عايز اقول كلمه سمحت لي في الاخر، في جمله اخيره بعد اذنك. احنا اسفين لضيق الوقت والله احنا اثقلنا على حضرتك النهارده. اتفضل حبيبي المخرج. عايز اقول لسياده الرئيس السيسي مع احترامنا وايماننا بيك ان انت رجل وطني وشريف وقلبك على مصر. في احنا لما انتخبناك لانك قلت في وقت من الاوقات مصر كانت على شفا الهويه، وكلوني فوضوني عشان اقضي على الارهاب. نحن لازلنا مفوضينك للقضاء على الارهاب ولازلنا ثقتنا فيك عاليه، فارجو انك تلتزم بهذا التفويض اللي احنا قلناه. واذكرك يا سياده الرئيس بقول المولى عز وجل اللي فيه الحل النهائي للمشكله على الارهاب. ده مش كلامي يا سياده الرئيس، ده كلام المولى عز وجل. ونعم بالله. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. ده امر من المولى عز وجل لك يا سياده الرئيس السيسي بصفتك مسؤول عن امن مصر وشعب مصر. المولى عز وجل بيقول لك دول خونه. طيب. وسبب خيانتهم وصلت رسالتك معانا دلوقتي، حتى لو كان فيهم ناس مش مشكله. انا تلقاها من الاستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير جريده الاحرار. اهلا بك يا استاذ كمال مره ثانيه، وايه الخبر العاجل اللي عند حضرتك؟ الحقيقه فعلا المجلس للدفاع الوطني خد عده قرارات، اولها اعلان حاله الطوارئ في المنطقه المحدده شرقا من تل رفح حتى خط الحدود الدوليه وحتى العوجه، وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مرا من ساحل البحر وحتى خط الحدود الدوليه في رفح، وجنوبا من جبل الحلال حتى العوجه على خط الحدود الدوليه لمده 3 أشهر اعتبارا من الساعه 5 صباح يوم السبت 25 اكتوبر وحتى السبت الموافق 25 وحتى 25 اكتوبر 3 شهور. نعم لمده 3 شهور يعني 3 شهور. في قرار ثانيه يحظر برضه في حظر تجول في المنطقه المحدده بالماده الاولى من القرار اللي حددتها حاله طوارئ طوال مده اعلان حاله الطوارئ، يعني في طوارئ وحاضر تدور في نفس المنطقه. وهي بس المعلومه لسياده اللواء حسام سويلم علشان ربما نحتاج تعليق عليها، حاله الطوارئ لمده 3 شهور وحظر التجول في منطقه من رفح ومرورا بمعبر العوجه وحدود مصر الدوليه ومن شمال وغرب العريش وصولا للحدود الدوليه. النقطه الثانيه هي امتداد حاله الطوارئ زي ما قلنا، يا ريت حضرتك تاكدوا تاني بعد اذنك. حظر التجول في نفس المنطقه ايضا نفس المنطقة. معلش المنطقه مره ثانيه بعد اذن حضرتك. طوال الفتره اللي هي معلن فيها الطوارئ. الحاجة الثالثة ان قوات مسلحة وهيئة الشرطة بتتولى ما يلزم لمواجهة اخطار الارهاب وتمويل وحفظ الامن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة
مما يلزم مواجهه الارهاب وحفظ ارواح المواطنين. الحاجه الماده الرابعه العقاب بالسجن لكل من يخالف الاوامر الصادره من رئيس الجمهوريه بتطبيق لاحكام هذا القانون. السجن العقاب بالسجن يعني متابعه حضرتك ده تغليظ للعقوبه اللي كان تغليظ للعقوبه اللي كان معمول بيها قبل كده ولا هو ده لا لا لا, لا, لا ده عقاب ده خاصه بموضوع حظر التجول والطوارئ. شكرا جزيلا لك يا استاذ كمال. شكرا. حاله الطوارئ وحظر التجول لمده 3 شهور في المنطقه الحدوديه اللي ممكن تبقى فيها المشكله ديت يعني من رفح للعريش ومرورا بالعوجه وحدود مصر الدوليه. المفروض حاله الطوارئ دي بيحصل بها ده بالليل ولا مع حظر التجول؟ 3 شهور. لكن فتره حظر التجول طبعا فتره يمكن يعني مش محدده الحقيقه ما اتضحش. الاستاذ كمال من الساعه 5 بالليل من 5 بالليل ل 7 الصبح. حظر الطوارئ دي وحاله التجول دي يسمح بها عمليات تفتيش على نطاق واسع بحيث يتم القبض على كل المشتبه فيهم واخد بالك معايا تدمير كل البوار الارهابيه والاخر. وبعدين طالما المشكله هنا اللي هتقابلنا برضه طالما دول دايبين في وسط الناس هيكون هناك من الصعوبه بمكان. عايزه شغل معلومات احترافي وعايزه تغلغل في القبائل وعايزه ان القبائل تتعاون معاها. يمكن ده اللي ما ينفعش يعلن بقى يا استاذ ده اللي ما ينفعش يعلن يعني ما ينفعش يعلن انه اجهزه الامن هتشتغل على الاجراءات اللي المفروض تصاحب ده صحيح هذا ده صحيح. طيب من فتره حظر التجول ان هي من 5 بالليل ل 7 الصبح يعني انا يعني اذا كنت حظر التجول يعني اي عربيه هتمشي هتتضرب. طيب انا اذا كنت اي موتوسيكل هيتضرب. انا اذا كنت التقطت الموعد بتاع تفجير النهارده او بتاع عمليه النهارده انا افتكر ان هو كان قبل ده في الظهر كان في الظهر 3 الا ربع تقريبا. ايه ما ده عن مغزى اختيار التوقيت ده هيسهل عمليات التفتيش والقبض. هيسهل فتره بتاعت بالليل دي هتسمح لقوات الامن انها تفتش وتقبض على الناس دي كلها. هل القرار دوت يشابه القرار اللي كنا متوقعينه بمنطقه عازله في حدود 5-6 كيلو؟ ده اللي المفروض نسمعه. ده اللي المفروض يتقال. طب ما هو تقريبا القرار ده يعني تهجير يا سيدي تهجير منطقه فاضيه تتمسح. ده اللي انا بتكلم عنه اللي هو 500 متر. 1500 متر المنطقه دي تتشال كل الكلام ده نعوض الناس دي عن بيوتها ونسكنها في حته ثانيه. عملنا الكلام ده مع 3 مليون. طيب القصاص القصاص حتى لا تهون الارواح. احنا كنا بنتكلم في وقت سابق في حوارنا ان واحده من المشكلات ان العقاب اللي بيرقى للجرم للاسف لسه لحد دلوقتي ما بيتفعلش. طب لما يكون بقى سنتين ثلاثه يا ناس لو حد عمل مشكله بعد صدور هذه القرارات حد عمل اللي تابعها المتخصص في شان مجلس الوزراء استاذ كمال ريان لما يكون العقاب بالحبس هل حضرتك بتشوف ان يعني حسب الكريم يرقى الى حجم الجرم لما عرض حياه مصريين طبعا الخطر ونعرض جرم ودم انا واحد اعتدي عليا اسجنه ولا اعدمه هو عايز مش عايز يقتلني يعني اللي جاي يعتدي عليك لا مؤاخذه وراح فاتح النار على عربيتك وانت موجود ده اسجنه هو مش عايز يقتلك مش عايز يقتلك ما قتله وفي اعدام وفي قانون دول هذا الكلام انما للاسف الايد مرتعشه الايد مرتعشه ما فيش احكام بتنفذ بقول المفتي صدق على احكام اعدام وسالتك كم واحد اعدام ولا واحد واعدم لغايه دلوقتي. طب ده هيخليهم يكشوا عشان كده حباره في قفص الاتهام شتم وكيل النيابه واهان القضاء وادوا سنه حبس حباره مجرم لا يساوي 3 مليم. طب مش همه بس هو الحكم على عادل حباره يا سياده اللواء هل معايا تصاعدت وتيره العمليات الارهابيه ولا حضرتك ما فيش رابط ما بين الاثنين؟ يا راجل مجرد الحكم يا راجل ده اللي رمى 2 من فوق برج في اسكندريه في سيدي جابر واتحكم عليه بقى الواد السلفي ده اللي رمى 2 واعترف بجريمته قدامكم في التلفزيون هنا واتحكم عليه بالاعدام لغايه دلوقتي ما تنفذش حكم الاعدام. كل سنه طيب تقولوا لي العداله ركزها تقولي لي في رضعه ما امال الغضب بيشتري الناس ليه؟ بيشتري الناس بكده. انا لما بتكلم وبقول لسياده الرئيس يا سياده الرئيس ده كلام المولى عز وجل ما طالبنا من خوف من خيانتك فم بزرايم على سواء الكلام ده نفذه هارون الرشيد مع البرامكه كانوا مجوس دخلوا النار جوه الكعبه فحضرتك عايز تقول الإسلام. ان حق الدفاع عن النفس ده حق شرعي ومفروض وفريضه اباد البرامكه كان منهم رؤساء وزراء ووزراء وولاة وقضاء وقادة جيش أبدهم ست اللواء تعرف أبدهم ليه؟ لأنه كانوا مش بس خطر على الدولة العباسية خطر على الإسلام. القوانين اللي بنحتكم ليها حاليا هي في إطار قانون مكافحة الإرهاب هو فين قانون اللي أثار ثورة عالمية عارمة لما مكافحة الإرهاب ده أثاروا ثورة على قانون التظاهر اللي هو نسخة من القانون الأمريكي
وكل اجتماع مع رئيس الجمهوريه والنبي يفرج عن فلان والنبي يفرج عن علان. هو فلان وعلان دول اللي سواء بتوع الجزيره ولا بتوع 6 ابريل ولا كانوا عايزين ايه؟ يحرقوا البلد ويتوسطوا عشان الافراج عنهم. كل سنه طيبه. فين القانون؟ طيب. فين التنفيذ؟ فين الردع؟ فين التخويف؟ سياده اللواء اذا كان القانون وبعدين كله يضغط على الرئيس يفرج عنهم يقفل عنهم افرج عنهم ايه هم دول يسووا ايه؟ جنب الدم اللي بيروح جنب اللي حضرتك بتقوله. اذا كان القانون والشرع بيغفل للانسان الفرد انه يدافع عن نفسه حتى لو اضطر انه يرتكب جريمه قتل دفاعا عن حقه في الحياه طيب. فاحنا بنتكلم عن الحفاظ على دوله وامن قومي لشعب. دوله تهددت يا راجل كذا مره تهددت من 25 يناير الدوله انتهت وصل الامر للمحاكم عندك اتحرقت عايزين تاني الشرطه 61 قسم شرطه انتهى ما كانش الواحد منا امن والله العظيم. بنت اخويا كانت بتصوت لي في التليفون العماره بتتهاجم انا بنتي داخل عليها في العربيه اتنين خطفوا منها شنطتها الحمد لله بنتي والناس واقفه قدام مش عايزه تعمل حاجه على النيل على الكورنيش الساعه 3 العصر واخد بالك واخد بالك معايا خطفوا منها شنطتها قلت لك كويس النوم ما اعتدوش عليك كنا في حاله لا يعلم ده بيفرض سؤال يا سياده اللواء كيف يكون هناك مواجهه مجتمعيه مطلوبه لمكافحه الارهاب يعني كيف يمكن تحقيق دي ده ده مطلوب لكن مش عارفين نحققه دي الاستراتيجيه المتشامله الشامله اللي هي تبدا بالامن والجيش قوات الامن وقوات الجيش اضرب كلمه ده الكلمه اللي انا بتغيظني جدا الضرب بيد من حديد يقولها رئيس الوزراء 50 مره في اليوم ومش عارف وزير الضرب بيد من حديد فين هي الحديد دي ما فيش ولا ضرب بيد من كرتون عايز اشوفها ضرب يد من حديد سمعناها كم مره ولا حتى يد من مش عارف من حته لما وتيره العمليات الارهابيه بتزيد يا سياده اللواء بيبتدي في ناس تتكلم تقول يا ترى في خلل في تقديرات حجم وثقل وخطوره الجماعات التكفيريه او ايا كان مسماها الموجوده حاليا في سيناء في غطاء فيها لان هم منتشرين على كل الساحه المصريه انت شفت بالجامعات مثلا وانا كنت بقول لك الكلام ده النهارده يقول لك لا ما ندخلش الامن قوات الامن جوه الجامعه الا لو رئيس الجامعه شوف المهزله حرس الجامعه يقول لك لو رئيس الجامعه هو اللي طلب ندخل القوات طيب نعم يا سيدي حرق الجامعه وضرب العمده واهالي الاساتذه وولع في الكشاف بتاعه الامن وبعدين اطلب وزير الداخليه عشان خاطر ندخل الامن وزير الداخليه في اجتماع مجلس الوزراء مش فاضي طب كلم مدير الامن مدير الامن ما اقدرش ادخل القوات الا باذن من رئيس الوزراء من وزير الداخليه كل سنه طيب معلش ادي الفوضى اللي احنا فيها المشكله في طب ما تدخل القوات الامن يقول لك ايه بقى يقول لك لا الامن بيعمل حساسيه مع الطلبه حساسيه ده خطا في الاداره وغياب للحسم ولا اختراق عناصر تابعه لهذه التنظيمات ممكن تكون في بعض المؤسسات انا مالي انا ومالي مورت في اختراق فين صاحب القرار؟ فين وزير الداخليه؟ فين رئيس الوزراء؟ فين رئيس الجمهوريه؟ الامن يدخل يعني يدخل ده بيدافع عن الطلبه وبيدافع عن المدرسين وبيدافع عن المنشات اللي الدوله دفعت فيها تفعيل القانون تدخل الامن بعد الدنيا ما تتحرق ها ده كلام طيب بما ان حضرتك بتتكلم عن الايادي المرتعشه بتتكلم عن الاجراءات الامنيه الناقصه خلينا نستضيف راي الضيف الغائب بمعنى من المعاني واطرح على حضرتك وجهه النظر اللي ممكن تشوف انه حساسيه الطلبه تجاه الامن ممكن تكون مساله مفهومه من وجهه نظر الضيف الغائب اللي انا بتكلم عنه يعني اذا كان هناك رؤيه في انه مزيد من العنف سيولد مزيد اكبر من العنف يعني هو الهويه الداخليه دخلت من العنف داخله تحافظ على المنشآت والاساتذه والعمده والرياضه. اللي يعتدي هيضرب بالجزمه لا مؤاخذه. اللي يعتدي هيتقبض عليه. انا الحقيقه ما كملتش سؤالي يا سياده اللواء وكنت عايز حضرتك تكرر ولو بطريقه اخرى المعنى اللي حضرتك ضربته في القضاء على دوله البرامكه لانه هي الفكره احنا بنتحدث عن امن قومي والسؤال اذا كان هناك في رؤيه المصريين الان جدل في النقطه المتعلقه بانه الدم بياتي بمزيد من الدم وبندخل في دايره اوسع من دوائر الانتقام الكلام ده غلط هنخرج منها ازاي غلط. هو السؤال عند الناس الصح هنخرج منها ازاي يا فاضل غلط الامن المنظومه اللي انا اتكلمت فيها تنتهي بالردع انت ما بتطبقش الردع ده فمحدش بيخاف بتوع الجامعه دول لو من اول مره الامن دخل جوه وقبض على العيال اللي بتضرب الاساتذه وهلهله العميل ده وسحلت ناس وضربت ناس ما كانش حصل اللي حصل ده كله لو الامن من اول مره موجود ما كانش حصل ده كله انما تراخي
وايد مرعوشه. لا دول عندهم حساسيه ضد الامن، ما ندخلش. ما وقفش وزير حسام عيسى وقال لك تقطع ايدي ولا يدخلوا الامن. الطلبه عندهم حساسيه يا اخويا، خد له قرصين كلارتين عشان عنده حساسيه. ده مره قبل كده انا مال انا حساسيه ايه؟ ما تخش، ما يا تيجي انت جاي تتعلم ولا جاي تعمل لي سياسه وجاي تضرب وجاي تخرب؟ اللي جاي يتعلم ده على عيني وراسي، اللي جاي يتخرب اللي جاي يخرب ويضرب ده اعبط عليه واحطه في سجن 27 سنه. ده قرارات الفصل نفسها بيبقى فيه كلام مستقبلهم، هم راضيين عنك يعني؟ يقول لك قرارات الفصل يا سيدي، انا ضربت لك مثل باللي خربوا البلد 25 يناير واللي جاي بيتعمروا على البلد بتوع الجزيره وبتوع الصحفيين دول، والدنيا اتشالت ثبت. اقف عنهم يا سياده الرئيس يا اخي، الكذب الكذب. شوف دول كانوا عايزين يعملوا ايه في البلد، واعترض تقف عنه ليه؟ هو يسوي ايه؟ جاي يسوي ايه ده؟ تطلب ليه من رئيس الجمهوريه يعفو عنه؟ على جريمه اللي عملها؟ على التهديد بتاع الامن القومي؟ يعفو عن الشباب، يعفو عن مش عارف بتوع الجزيره، ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه دي؟ يا اخي بص بص اللي عايزين يعملوا في بلدك. هو السؤال يا سياده اللواء، قبل ما تزيد وتيره العمليات الارهابيه مره ثانيه زي ما احنا عايشينها بقالنا ايام، لو فرض جدلي صدرت قرارات مثلا بالعفو او نوع من انواع المصالحه مع من لم تتلوث يده بالدم، هل ده هيكون بناء لقواعد جديده في المجتمع انه يعيش في حاله سلميه؟ الكلام ده غلط، كلام مفيش حاجه، كلهم ايديهم ملوثه بالدم بصوره او باخرى، كلهم عايزين يخربوا البلد، كلهم طمعين في السلطه باسم الدين، كلهم عايزين يقضوا عليك. والنهارده انت عندك في التلفزيون هنا ناس من الاخوان، وفي الكهرباء ناس من الاخوان. يا اخي هنعمل ايه طيب يا سياده اللواء؟ يعني هل 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 عندنا حلول حقيقيه يعني في ايدين المفكرين او في ايدين المؤسسات اللي ممكن تكون من بينها الازهر عاجله يعني تؤتي ثمارها سريعا في ايام او في شهور قليله؟ طبعا ممكن جدا. اول خطوه رقم واحد امسك ركائز هذا الفكر التكفيري، هذا الفكر الغلط، ركيزه ركيزه، واثبت من الدين. وسهل جدا الكلام ده، احنا بننشره بس ما بحبش اعمل دعايه لنفسي، بننشره في جريده الدستور. امسك ركيزه الخلافه اللي بتزعمها داعش وغيره، ومن السهل جدا اثبات انها غلط. الخلافه من بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، انتهى بخلاف سيدنا علي. انتوا جايين ايه؟ طمعانين في السلطه والحكم، يبقى كلام الخلافه ده غلط. امسك قضيه التكفير بتاعه المجتمع اللي بيتكلم فيها سيدنا علي، وعندك من الاحاديث ومن الاحاديث من كفر المؤمنا فقد باء احدهما به. ما فيش كلام فارغ اسمه في التكفير. اللي قال اشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله دخل الجنه، وزي ما سيدنا رسول الله كان بيكلم ابو ذر حتى وان سرق وزنى، حديث معروف مش كده ولا ايه؟ يبقى انت بتتكلم كلام فارغ. الكلام بتاع تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر في حدود المسؤوليه بتاعتي انا، مسؤول عن ايه؟ حدود مسؤوليه المسلم ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحيطان. انا مسؤول عن نفسي، هتحاسب عن الست في ربنا حاسبني عنك؟ لا مش هتحاسبني عنك، انت هتحاسب عني؟ لا عن نفسي. انا مسؤول عن نفسي، عن نفسي. كل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشور. اقرا كتابك انت مش كتاب حد تاني. صحيح. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه. واخد بالك؟ انا مسؤول عن نفسي. نعم. بس مش مسؤول عنك ولا عنها ولا عن ولا انت مسؤول عني، ومسؤول عن عيلتي. ومحدش يضمن لنفسه الجنه علشان خاطر يوزعها على غيره. يعني سيد الانام صلى الله عليه وسلم قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمه. فازاي يبقى سيد الانام الشفيع الاول والاعظم والشافع المشفع يقول ده عن نفسه، واحنا نيجي نصادر على اخرين في الجنه والنار ونحكم بها لانفسنا او لاحبابنا مثلا؟ ده ما يصحش. يا سيد الفاضل، وصل الامر لكليه الهندسه في محاضره ليا في كليه الهندسه عشان صوت عباره عشان الكحه. لا سلامتك. فبيقولوا لي احنا لازم نهد التماثيل بتاعت المصريين القدام، ابو الهول ورمسيس والكلام ده كله، اوسام بقى واوسام ونروح نصلي لها ونعبدها ونعمل زي طلبان لما هد التمثال بوسه. مشاكلنا كلها اختزلت في فالرد البسيط البديهي عشان بتكلم نمسك اركانك فكرهم. قلت لهم اللي عملوه طلبان ده مخالف للدين. مش في ايه في القران بتقول ولا تسبوا باللسان ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ صحيح. كسرتوا التماثيل بتاعه بوزة، حرقوا المصاحف في الشوارع وهجموا المساجد، سبوا الله عدوا بغير علم. مش ده ايه في القران؟ تنفي الكلام اللي عملوه ده، تثبت الكلام ده عملوه ده غلط.
الآية الثانية. هل أنتم يا شباب كلية الهندسة أشد إيمانا وأشد إسلاما من أصحاب سيدنا رسول الله اللي دخلوا مصر في القرن الأول الهجري، فتحوا مصر، عمرو بن العاص، أبو اسمه ده قعقاع بن عمرو التميمي وغيره وغيره وغيره، وشافوا التماثيل دي وسابوها ما أدواش ليه؟ برضو مرة ثانية سيارة اللواء، ألا ترى أنه من الممكن أن يكون اتخذ هذا القرار بديلا عن فكرة المنطقة العازلة أو المنطقة الخالية من البشر منعا للاصطدام أو لتنمية أسباب الإرهاب في سيناء بصورة أكبر؟ لهذا القرار فيما يتعلق بعزل التجوي هيساعد في حاجة واحدة، هيساعد في القبض على المشتبه فيه وطبعا تدمير البوار الإرهابية، ولكن سيظل الخطر قائم بوجود الإرهابيين معششين في وسط القبائل إن لم نقضي على هذه الظاهرة. أصلك أنت ما تقدرش تضرب البلد بحالها وهم فيها جواها، لازم تخلي هذه البلاد، لازم تهجر وتنظف المنطقة دي عشان تأمن نفسك. هي دي القضية. أنا كمان كنت عايزة أوسع كلامنا أكتر يا سيادة اللي هو نتكلم عن مصر كلها كمان، يعني المحيط المصري كله، مع أن طبعا سيناء طبعا مع وضع في الاعتبار أن هي أكثر المناطق الساخنة والخطورة. لا الفكرة، فاكر حضرتك مصر كلها معرضة، فاكر حضرتك مصطلح الخلايا النائمة؟ كنا بنسمعه كتير قوي من الفترات ورجع نام. هل معناه ان مفيش خلايا نائمه خلاص؟ لا، عندك انا في التلفزيون خلايا نائمه، نواجه دي المشكلة. عندك انا في التلفزيون وفي كل مؤسسات الدوله خلايا نائمه، بس نحن متقاعسين عن ضرب الخلايا النائمه، رغم انك انت وهو وعارف عارفين 80 90% من اسمائهم، والامن اللي عندك تحت في الدور الارضي عارف اسمائهم، وامن الدوله عارف اسمائهم، سايبينهم ليه؟ علامه استفهام ضخمه، ضعف وتردد وايد مرعوشه. لابد ان انا اطهر هذه المناطق مبكرا وطهاره من كل الاخوان اللي موجودين. مش استنى على وزاره الكهرباء لما الخلايا اللي جوه تدي معلومات عن الابراج والشبكات للمخربين عشان خاطر يدمروني ويخربوني شبكه كهرباء مصر كلها، وبعدين اما اصحى أقول لا ده أنا بطهر بقى شبكات الكهرباء من الإخوان والخلايا النايمة، بعد تأكيد وأبدأ أستبعد حضرتك على ضربات استباقية لكل الخلايا النايمة. دي خيبة، دي اسمها خيبة. حضرتك عايز تقول هو أنت في وزارة الكهرباء ما أنتش عارف مين الإخوان؟ هو أنت في الجامعة مش عارف مين العمدة بتوع الإخوان؟ امبارح ولا أول امبارح يصدر قرار بتغيير العمدة؟ يبقى ده تأخر ولا مش تأخر؟ ها؟ يبقى ده عيد مرعوشة ولا مش مرعوشة؟ الكلام ده يدخل عندك في التلفزيون، يدخل عندك في الوزارات، يدخل عندك في مؤسسة الدولة، يدخل في عندك. الإخوان معاكشين في كل حاجة، عشان كده بنقول إيه؟ اضرب 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 طهر، واخد بالك؟ زي المولى عز وجل اللي بيقول، مش إحنا اللي بنقول، إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، على سواء حتى لو كان في ظلم مظلومين. حضرتك عايز تقول الأخبار يا سيدي لازم يكون في أدلة قاطعة، نعم لازم يكون في أدلة قاطعة برضه. ده كلام المولى، ده كلام المولى مش كلام. أنا أقصد يعني إن إحنا علشان ده كلام ربنا، لأن ده بينجيك من الفتنة اللي أنت عايشة فيها. الرأي ده حضرتك على مدار يومين من الأربعاء لغاية النهاردة من خلال النيل يمكن أكدت عليه حوالي 4 مرات. أنا خلينا نقول إنه كذا مرة بتطالب باجراءات استباقيه وقائيه من العناصر اللي تحتمل مؤسسات الدوله من الاخوان. نعم هذا الكلام اللي بقوله، حضرتك صرتها بشكل واضح وبتتحمل مسؤوليته، وربما يكون ده الحل طبعا الوحيد من وجهه نظر حضرتك على الاقل. مش حل الوحيد، أيوه. في حلول ثانيه، أيوه. انا بقول الفكر اللي بيطلع لك مفارخ من تحت صحيح. تقضي عليها صحيح. الكتب اللي موجوده في الدس في 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 الأزهر وفي الأوقاف وفي الكلام ده كله تتنظف يعني تتطهر. في النهايه الحسم هو اللي يعني عدوى الحسم لو انتقلت لينا كلنا هيتخلينا في النهايه نحسم معركه الارهاب لصالح مصر والمصريين، وان شاء الله ده يكون في القريب العاجل حتى لا نرى مثل هذه الاحداث المؤسفه من جديد. من ارادها بالسوء قسمه الله، نعم. ومش فاهمينها. نختم بالجمله البليغه دي، اسمح لي. من ارادها بسوء قسمه الله، من ارادها بسوء قسمه الله. ختام لقنا مع حضراتكم النهارده في من القاهره، وبالتاكيد متابعتنا هتتواصل وتتداول معاكم على شاشه النيل الاخبار في نشراتنا وفتراتنا الاخباريه المفتوحه اللي هتابعوها معانا على مدار الفتره اللي جايه ان شاء الله. انت متخصص فدائي. العفو يا فندم، شرفتنا يا سياده اللواء. مشاهدينا الكرام بنشكركم على المتابعه، على امل اللقاء، دمتم في امان الله. الى اللقاء. الى اللقاء.